أهلا بكم. يتخدر المواطنون والوطن، ينتظرون على قارعة الدول وأرصفة الاجتماعات الدولية والإقليمية، ويمنون النفس بحل، فيجدون أن كل دولة لديها ما يشغلها، وأننا في آخر الاهتمامات إذا كنا قد تذيلنا الآخرة. نحن الوطن المؤجل والجلسات المعطلة والتشريع المطعون والمراكز الشاغرة والفخامة العاطلة عن العمل. تحت هذا السقف تسقط كل المعلومات والتحليلات، أو أنها تصبح لزوم البحث عن بلد أصبح إبرة بين كومة قش. في خلال أسبوع واحد عقدنا العزم على جلسة رئاسية، وإذا بدنا نصرف بقية الوقت على تعداد المتسربين والخونة والمعطلين، بينما كانت دول العالم تسوي أوضاعها وتعلي استثماراتها وتزيل خلافاتها وتفتح سفاراتها. أما قمة ماكرون بن سلمان وزيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، فاتضح أنها تؤسس لزمن 2030 وتحقيق رؤية بن سلمان عبر فوز المملكة بمعرض إكسبو 2030 الدولي. ولم يكن لبنان جناح على رفوف المعارض، وليس هو مادة في التفاهمات الإيرانية السعودية، ولا يمكنه حل أزمة بحجم النازحين السوريين والذين استحصلوا على تأشيرة إقامة أوروبية بعد مؤتمر بروكسل. أمام هذا العجز ننطلق إلى جلستين، الأولى الاثنين مع التشريع الصعب، والثانية في مجلس الوزراء الثلاثاء، على أن نستقبل الأربعاء وزير خارجية فرنسا السابق جان إيف لودريان ليستطلع أفق الحل الرئاسي، فيما استطلع رئيس التيار جبران باسيل آفاق عقوباته من زيارة قام بها إلى الدوحة. في هذه الحلقة من وهلأ شو نطرح السؤال حول الفراغ الرئاسي ما بعد جلسة 14 حزيران، التفاهمات الإقليمية والدولية، زيارة جان إيف لودريان وأثره على الملف الرئاسي. طبعا في فقرة أولا كالعادة نستقبل الأستاذين جان عزيز وحسين أيوب، وتنضم إلنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الصحفية رندا تقي الدين. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة استقبل النواب عماد الحوت، سليم عون، ميشيل دويهي وقاسم هاشم. مباشرة إلى فقرات أولا. جان عزيز، حسين أيوب، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مساء النور. من أحد لأحد تقريبا نفس العنوان الكبير اللي هو رئاسيات، ومنه يتفرع على العديد من التفاصيل والعناوين الفرعية، ولكن كلها عم بتدور بحلقة مفرغة ما عم نوصل لحلول. اليوم بدنا نستعرض نحن وياكم ماذا في زيارة الموفد الفرنسي، ماذا بعد جلسة 14 حزيران، والآفاق أو الأجواء الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على الداخل. ولكن قبل ما بلش معكم تنضم لنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الصحفية رندا تقي الدين. سيدة رندا تقي الدين، مساء الخير. مساء الخير أستاذ جورج، لك ولضيوفك. ست رندا، بداية بدي بلش أنا وياك، يعني في موضوعين أساسيين، لقاء ماكرون بن سلمان والموفد الخاص إلى لبنان وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان. بداية لقاء ماكرون بن سلمان، كثرت التحليلات، كثرت التوقعات، ولكن يبدو أنه لبنان في آخر الاهتمامات. ماذا لديك من معطيات معينة حول هذا اللقاء؟ أستاذ جورج، مثل ما تفضلت وقلت أنه لبنان كان يعني كان جزء صغير من المحادثات اللي هيمنت عليها العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية، ولكن بالنسبة للرئيس ماكرون بتعرف قديش مهتم بلبنان، ودينامية الاهتمام الجديد تبعه أنه بعت جان إيف لودريان هلأ ليستمع ويشوف الحلول. لما حكيوا عن لبنان، الرئيس ماكرون قال له لولي العهد السعودي أنه لازم هالتطبيع بين إيران والسعودية يؤدي إلى أنه يظهر أنه في نتيجة على استقرار الإقليم، وأول شيء بالنسبة للبنان
إنه تسهيل انتخاب رئاسي. ولي العهد قال له أنا رح نسق معك بالملف اللبناني. هو هيك عم بيصير يعني، نعم. السعوديين عم بنسقوا مع الفرنسويين على الملف اللبناني. لاحقا من بعد زيارة لودريان وتقديمه تقرير للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته، وبعد ما يستمع لكل هالناس أكيد بده يصير في تحرك. هذا مش معلومة بس أنا تحليلي إنه بصير في تحرك مشترك بين فرنسا والسعودية، لأنه لما يقول ولي العهد للرئيس ماكرون أنا رح نسق معك وهذا خبر، معناتها إنه رح يصير في تحرك لاحقا لدفع هالانتخاب، لأنه بيعتبروا إنه لازم يكون في انتخاب رئيس بلبنان. هلا ما دخلوا بقصص الأسامي، معلوماتي إنه ما فاتوا بتفاصيل الأسامي لأنه كان عنده أمور أخرى مهمة ولي العهد يحكي عنها. نعم، يعني هذا انا اللي كنت بدي اسالك عنه، اذا في عندك معلومات او معطيات عن الاسماء، خاصه انه كان في جلسه، يعني جلسه وكان في اسمين، يعني وكان في اصوات معينه توزعت، يعني الدخول بالاسماء يبدو وكانه من البديهيات، رغم هيك ما صار في استاذ دخول. ما على غدا عمل، وين في ما انت تفضلت وقلت انه قديش كان في ملفات يعني ناقشوها، كان في العلاقات الثنائية، كان في الطاقة، الهيدروجين، كان في اكسبو 2030. العلاقات الدفاعية، كان في 100 ملف. الملف اللبناني ما حيفوتوا بتفاصيل الأسماء لأنه أولا ولي العهد عنده فريق مسؤول عن لبنان اللي هو نزار علاولة والسفير بلبنان نعم وليد بطاري، نعم فمش حيفوت هو بالتفاصيل، بخلي فريقه يفوت بالتفاصيل على الأسماء، ما رح يفوتهم بالأسماء نعم بهيك غدا عمل يعني. نعم طيب، يعني حتى شارك بالمحادثات الثنائية عن الجانب الفرنسي إيمانويل بون و باتريك دورال، يلي هن ما أيضا كانوا جوا، ما كانوا جوا، ما كانوا جوا. لا كان لقاء منفرد، بس لأنه فرنسا بلد مؤسساتي بيعمل لهم بريفينج الرئيس من بعد الغداء، بخبر وزيرته، بخبر فريقه نعم المستشارين يعني، نعم بس ما كانوا بقلب الغداء، لا نعم الغداء كان منفرد بين الرئيس وولي العهد. نعم طيب، زيارة وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت وسلسلة اللقاءات التي سيعقدها، وقيل أنه دعا مجموعة من الشخصيات إلى الغداء في السفارة الفرنسية نهار الجمعة، هذه المهمة، هل هناك مبادرة فرنسية جديدة؟ هل هناك توجه فرنسي جديد بالنسبة للأزمة الرئاسية؟ أم هو استكمال لما بدأته فرنسا؟ هو استكمال بس هو دفع مثل ما قلت لك دينامية جديدة، ودفع انه يفرجي ماكرون من بعد زيارة غبطة البطرك وبعدين ترشيح جهاد أزعور، قبل ما كان في مرشح جهاد أزعور، بعدين صار في جلسة 14 زيران حزيران، كل بعد كل هذه هلا لودريان بده يجي يسمع الكل ويشوف شو هن الحلول الممكنة ويقدمها للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته مثل ما قلت لك. ولكن أنا بتصور أنه لاحقا بيروح على السعودية أو بيشوف علاولة أو بيشوف يعني بيشوف أي مسؤول سعودي معني من بالشأن اللبناني. نعم معني بالشأن اللبناني وبنسق معه نعم أو بيصير في تحرك مشترك. بس نحن لسه اليوم ما في شيء بيقول إنه رح يصير في تحرك مشترك، أو هيدا الاجتماع اللي بيقولوا الخماسي ومدري شو اللي طلع ببيروت إنه بكرة في اجتماع خماسي، ما بعرف كيف يخترعوا الناس، ما في كان شيء تاني، ما كان في شيء هيك أبدا، لأنه أنا سألت المسؤولين هون كانوا يقولوا لي لا ما في هيك، نعم أنا عم بحكي من جمعة يعني. نعم ست رندب، نعم هذا هو اللي عندي. نعم بالختام، هل وجهة النظر الدولية
مش بس الفرنسية، يعني الفرنسية والآخرين، يعني الفرنسية، السعودية، الأمريكية، هل وجهة النظر تجاه لبنان إنه من ساعتكم بس أنتم دبروا حالكم بإيدكم؟ لا أكيد مش وجهة نظر فرنسا، آه. افتكر مش وجهة نظر سعودية، لأنه السعودية شايفة إنه فرنسا مهتمة وفي شراكة مهمة بين السعودية وفرنسا على صعيد ولي العهد السعودي وعلى صعيد الرئيس ماكرون. يعني ولي العهد السعودي يمكن كان مهتم هالقد لأنه عنده أمور كبيرة عم بيهتم فيها، ولكن كمان مهتم بالعلاقة بفرنسا، لذا بقول أنه أكيد في اهتمام. يعني مش مثل ما عم بتقول أنه شو بدنا فيه، شو لبنان هلكنا وهيك أها كذا. أها شكرا لك السيدة رندا تقي الدين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك. أهلا. أستاذ جون، بدي أبدأ معك من الجهد الفرنسي أو المبادرة الفرنسية وزيارة جان إيف لودريون المتوقعة أو المنتظرة هذا الأسبوع. ماذا تريد فرنسا أن تقول هذا الأسبوع مع جان إيف لودريون؟ خليني بلش لك انه هناك معلومه ما كان متاح نقولها وقت اللي راح البطرك الضايع على فرنسا، الان صارت تقريبا مسموح بقولها، هو انه الرئيس ماكرون قال له للبطرك الضايع بلقاء المنفرد بانه انا افكر بارسال موفد الى لبنان وافكر بتسليم هذه المهمه الى الوزير جان ايف لودريان، لكن لم أخذ موافقته بعد، لذلك لن نعلن عن الأمر بانتظار أنه يبلغ موافقته. وكان هالكلام بسياق بحث ماكرون مع البطرك الضاعي بإعادة تقييم المبادرة الفرنسية، وهذا اللي سميناه وقتها ريسيت، أنك تصفر المساعي وترجع تبلش من جديد. وبالتالي مهم جدا أنه مهمة لودريان كانت نتيجة إعادة البحث، إعادة المراجعة، إعادة النظر بالمبادرة الفرنسية، وتحديدا من بعد اللقاء مع البطرك الضايع. إيه بس إعادة النظر بما قيل وقتها أنه دعم فرنسا المبادرة. لخيار سليمان فرنجي، كل المبادرة و... يعني شو فرنسا غيرت وجهة تحركها أو غيرت طرحها أم هي ما زالت عند نفس الطرح حسب معلوماتك؟ المعلومات مثل ما قلت ريسيت، إعادة تصفير، إلغاء كل الأفكار المسبقة والبحث من جديد. أنا أكيد بلبنان طلع كلام أنه لا، هيدا تكتيك مناورة، وجابوا جان إيف لودريان لأنه مش بس كان وزير خارجية، كان وزير دفاع وشغل على صفقات تسلح مع السعودية، وبالتالي أكثر قدرة على إقناع السعوديين بتقطيع المبادرة اللي كان حملها دوريل. مش صحيح هذا الكلام، والأيام ستثبت ذلك. في تبع عناوين تصفير، ايه تصفير وعناوين، انه شو استطلاع يعني اما شو؟ جان إيف لودريان ينطلق من ورقة قدمت إلى الفرنسيين وتم تبنيها من قبل كل إدارة وستطرح على اللبنانيين، بتقول أنتم من بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عملتوا انتخابين رئاسيين وفق نموذجين اثنين، مشان سليمان اتفاق دولي عقد بالدوحة كان مبارك عربيا ودوليا، وانتخاب العماد ميشيل عون كان نتيجة انضاج لبناني. اليوم انتم قدام تختاروا نموذج من هذين الامرين. النموذج الاول غير متاح بالمدى القريب، النموذج الثاني عم تتولوا انتم عرقلته بشكل مستمر، عليكم انه تحاولوا تنضجوا شيء جديد. ولذلك مش صدفة ولا تفصيل انه رح يقعد 3 ايام، رح يعمل مسح شامل لكل المعنيين بالسياسة اللبنانية، مش بس لقاء الجمعة بقصر الصنوبر، رح يكون عنده زيارات لكل المعنيين من دون أي استثناء، كل الأحزاب، كل التيارات، كل القوى السياسية. يعني رح يتفاجئوا اللبنانيين بالمروحة الواسعة من اللقاءات اللي رح يعملها، يعني من معراب لحارة حرام طبعا طبعا وما بينهما طبعا. بدي أضيف ملاحظة، أنه لودريان كان عنده تجربة بلبنان بتموز 2020، فلذلك بس هيك تمني، تما اقول نصيحه ما بحق لنا ولا بنسمح لحالنا ننصح، تمني على المسؤولين اللبنانيين
يتذكروا بتجربة تموز بال 2020 مدى صراحة جان إيف لودريان بالتعاطي مع المسؤولين، وخاصة يومتها الإشكال مع رئيس الحكومة حسان دياب. فهذا رجل بيقوله بالفرنسي المشباد سيمو، يعني ما بيعلو كلماته، بيقول الأمور بصراحة بدبلوماسية إنما بكل الحقيقة. فبتمنى أنه يلتزموا بهذه المعلومة بالتفاوض معه للوصول إلى نتيجة. وقت صار فيه يعني الإشكال أو لهجة، يعني كان هاي الخبرية الشهيرة أنه لهجة غير لائقة لاتجاه رئيس حكومة لبنان. وقت قيل له أنه أنت ما بتعرف لبنان يعني، وما بتعرف عن شو عم تحكي. فالمهم أنه لا، هذا زلمة بيعرف البلد، بيعرف عن شو عم بيحكي، وخاصة أنه إيه مهمته ما رح تنتهي الجمعة مثل ما تفضلت السيدة رندا، سيرفع تقريره إلى ماكرون شخصيا ومن ثم تتابع المهمة. نعم. حسين أيوب، يعني بهالمشهد الإقليمي والدولي، اللقاء الفرنسي السعودي، الزيارة السعودية إلى إيران، فيصل بن فرحان بالأمس، التقاطعات الإقليمية والدولية، أين لبنان في كل هذا المشهد؟ هلأ واضح من خلال اللي قالته زميلتنا ست رندا أنه لبنان مش أولوية، يعني ما حدا قاعد حاطط لبنان أولوية حتى بقمة مثل القمة السعودية الفرنسية. بس خلينا إذا بدك نطل شوي على المشهد الدولي، واضح أنه في مرحلة انتقالية بالعالم، وهي المرحلة قد تستمر يعني سنوات. بس عندك محطة اسمها الانتخابات الأمريكية بتشرين الثاني 2024. من هون للانتخابات الأمريكية ما حدا بده يخل بالتوازنات الدولية. الأولوية عند الأمريكان يستمر التحشيد بالموضوع الأوكراني، إذا بيقدر يعمل انتصار بيقدر يستثمره، إذا ما قدر يعمل استثمار مستمر الحرب للأسف، يعني مع كل ما تعنيه هذه الحرب للروس والأوكرانيين وبما تعنيه للبشرية كليتها. جزء من هذا يعني إذا بدك عدم الإخلال بالقواعد اللي حاكمة أو ناظمة للواقع الدولي، جزء منها العلاقة بالمنطقة، وبالتالي ما حدا بده هلأ يوجع راسه بالمنطقة لا بنزاع جديد ولا بأنه النزاعات القائمة تتفاقم أو تتطور إلى آخره. عم بيشوفوا المنطقة بعدنا مثل ما قلنا المرة الماضية من خلال التقاطعات مع مصالحهم الاستراتيجية، ولا سيما عندنا موضوع ترسيم الحدود البحرية، وهذا مسار بتصور مكملين فيه الأمريكان. وبلش يعني اجت اول اشارات للحكومة بانه ستبدأ يعني عملية الحفر، يعني وصول الباخرة او المنصة اللي بتتولى الحفر الاستكشافي بأيلول، باول أيلول، على انه تنجز مهمتها قبل نهاية السنة. نعم. واضح انه الأمريكان هذا الموضوع مهتمين هذا فيه يعني ومكملين، هذا اساسي. الإيقاع الثاني بالمنطقة هو الإيقاع الإيراني السعودي. بالإيقاع الإيراني السعودي، وطبعا هم بين مزدوجين، يعني الإيراني بما يخص الانتخابات الأمريكية عم بيحاول يعمل تفاهمات جزئية مع الأمريكان من هلأ للانتخابات الرئاسية، بيقول لك أنه أنا بعمل تراكم بس ما قادر أعمل هلأ اتفاق كامل، والرئيس ممكن يتغير بعد سنة ونص، ولا الأمريكاني بده يعمل هلأ اتفاق مع الإيرانيين، يمكن للأسباب نفسها أو لأسباب تانية. عم ينعمل مجموعة تفاهمات على قاعدة خطوة مقابل خطوة، بدأ تنفيذها عمليا لهذه الاتفاقات. مفترض أنه هذا المسار يبني ثقة بين اثنين وصولا إلى أول 2025، إذا كان ربحه الديمقراطيين يعني بايدن أو حدا غيره، عمليا بيكون الاتفاق الكبير موجود على الطاولة. وبالتالي واضح أنه الإيراني مراهن على ولاية جديدة لبايدن. بالمقابل السعوديين رهانهم الأساسي على الجمهوريين، يعني وإذا ترامب وطبعا دون وصوله صار في موانع دستورية وقانونية، بس واضح أنه رهانهم الأساسي على فوز ترامب، على فوز الجمهوريين. وبالتالي هلأ بالمنطقة عمليا قدام هذا الاصطفاف الكبير اللي عم نحكي بالمشهد الدولي والاصطفاف بالمشهد الإقليمي، ما حدا بده يخل بالتوازنات. وين أنت بتحط لبنان؟ وين لبنان بيطرح لك هذا الموضوع سؤال أساسي، هل نحن منروح على انتخاب رئيس ومن بعده هذا الرئيس بيتحمل مسؤولية إطلاق ورشة حوار، أو نطلق ورشة حوار وبتاخذنا على رئيس الجمهورية؟ أنا بالتقدير واللي عم تقوله زميلتنا واللي عم بيقوله زميلنا، بقول أنه لودريان جاي على البلد بده يعمل هذا المسح. شو بده يجي يقول؟ بده يقول هاي التقاطعات وهاي عناصر الاختلافات الأساسية بين اللبنانيين، تفضل يا ماكرون هذه هي القضايا، هاي شو تقتضي؟
تقتضي اطلاق حوار يدعيهم عملية. يعني بتتوقع انه يكون في دعوه فرنسيه؟ هلا هون في اشكاليه كثير كبيره حول موضوع الحوار. إشكالية أولاً إذا كان محلياً الرئيس بري بلغ وقت اللي إجا الوفد من عند البطرك الراعي برئاسة المطران عبد الساتر، قال له أنه أنا لم أعد المرجع الصالح لإطلاق الحوار، خلي البطرك، أنا عملت الحوار وقت اللي كنت مش متبني ترشيح فرنجية. هذا شيء قاله لزميلنا نقوله نصيف، يعني أنه أنا وقت اللي كنت بعدني مش طارح الترشيح كان فيه إذا على الحوار، أنا صرت طرف معاش وسطي وبالتالي معاش المرجع الصالح. هلا هو عم بيعملها هلا يعني تيعمل قوه دفع الاخرين يجوا يطلبوا منه الحوار في مرحله لاحقه، هذا بصير موضوع ثاني مثل موضوع وسيم منصوري والمصرف المركزي. بكركي واضح انه البطرك كمان عم بيقول انه ما حدا بده يقعد مع حدا. هل الفرنسيين بيعوضوا عن هذا الشيء بيكونوا هن عم يديروا الحوار بطاوله بيعملوها بقصر سنوبر او بمحل ثاني؟ في علامه استفهام، بس واضح واضح انه قدام هاي التشابكات وقدام هاي التقاطعات نحن رايحين على مسار بياخذك على حوار، وهذا الحوار قد ينتج رئيس وغير رئيس. جان عزيز، جلسة 14 حزيران 59 جهاد أزعور 51 سليمان فرنجية، ورقة ضايعة، ورقة ملغات، لبنان الجديد، زياد بارود، جهاد العرب، جوزيف عون، ماذا بعد على ضوء هذه الأرقام وهذه الأسماء؟ اختصر اليوم البطرك الراعي بنسميها مهزلة، صورة يمكن قاسية بس أنه موضوعية. بهالجلسة أنا بس بدي أعمل ثلاث ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى، الله يرحم الوزير السابق الكبير، الإنسان الكبير إلياس سابا، مشهورة مقولته أنه بلبنان الرقم وجهة نظر، بس أنه مش هالقد، أنه صحيح الرقم بلبنان وجهة نظر بس مش هالقد. يعني الصورة اللي انعملت معبرة جدا انه اينشتاين واقف قدام البرلمان اللبناني وعم بيشوف انه طلعوا ال 51 اكثر من 59 وال 128 مقتنع بيعملوا 127 صوت، فمعليش يعني انا تمنية على السياسيين وعلى اللي بيطلعوا على الاعلام انه يوقفوا اهانة لعقول ناسهم مش للاخرين. طب ما صار لكم ست شهور، بس اذا بترجعوا لارشيف الجديد كم حدا طالع عندكم يقول ال 65 مضمونين وتفضلوا على جلسه تنفرجيكم، من الاصدقاء للي ما بتعرفهم صار لهم ست شهور بيهددوا انه ال 65 موجودين، تنتهي بانه بتفلوا من الجلسه. فمشان هيك انه الرقم خليه يضل رقم ونقول انه في مأزق. طيب بالمقابل في كمان في الجماعه الاخرين كانوا عم بيقولوا انه اقل شيء بيوصل 65 جهاد أزعور، طلع انه لا 59. مشان هيك اللي عم بقول لك ايه، في مأزق، مش انه بس هوديكي ما طلعوا قالوا انه اعلن جهاد أزعور الرئيس، قالوا انه في مأزق. بالمقابل طلع ناس كمان يمكن على الجديد او على غير شاشات اعلنوا فوز مرشحهم بال 51 صوت. هلا طلعت بعدين تمثيليه انه ضمتنا البلد من فتنه ومن انفجار، انه كان جهاد أزعور نازل يحتل لبنان يعني ويعمل 15 حزيران جديد. فأول خلاصة للجلسة أنه نخلي الرقم عنده قيمته بلبنان ويوقفوا إهانة لعقول ناسكم. ثاني ملاحظة، إذا بتشوف المسح للاقتراع اللي صار بالجلسة، أكيد سليمان فرنجية أخذ أكثر من 10 أصوات مسيحيين، يمكن 12-13 ويمكن أكثر، يعني مستحيل إلا ما يكون أخذ هالرقم من أصوات المسيحيين. لكن في مفارقة انه من هال 12-13 نائب مسيحي في خمسه بس تجرأوا علنا يقولوا نحن اعطينا اصواتنا لسليمان فرنجيه، الباقيين لم يجرؤوا وتعاملوا مع الموضوع وكانه عم بيعملوا تهريبه او مرتكبين جرم شائع. لانه هل الامر انه هو مدعاه خجل تأييد سليمان فرنجيه؟ اكيد لا، سليمان فرنجيه منه مدعاه خجل لاي نائب مسيحي. نعم. انما هيدا مؤشر الى اين وصلت صورة حزب الله في البيئة المسيحية، وهي أنا على المستوى الشخصي هي مدعاة مرارة لإلي، لأنه نحن اللي حاولنا من 17 سنة أنه هذا التفاهم اللي اعتبرنا أنه حمى لبنان كنا نتفاخر فيه وكان مدعى مباهاة لإلنا، تفضل يا حزب الله مع المسؤولين بالمقابل المتفاهمين معك، وين وصلت هذه الصورة أنه نائب يصوت ويستحي يقول أنه صوت؟ وهذا موضوع على المستوى الوطني
خطير ويجب التوقف عنه. بس هيدا انه عم بيستحي يقول لانه فريقه ملتزم بالتصويت لجهاد أزعور، ما بده يبين يعني، ما حدا عم بيعترف، شو ما كان، ما حدا عم بيعترف انه تسرب كأصوات. وبصير في اتهامات متبادلة انه العونية اتهموا اللقاء الديمقراطي انه قال في اصوات منهم راحت لفرنجية، والاخرين اتهموا انه في اصوات من عند جبران باسيل ما قدر يضبطها كلها. بالنسبة لقراءتك، هل هناك خمس اصوات من تكتل لبنان القوي حكما صوتت للسيمان فرنجية؟ هلا ضيعت الفكرة. لا انا ما عم ضيع، عم بحكي مش عم بقول هودي كلهم من التكتل جبران باسيل، انا عم بقول بشكل عام في 8 على الاقل 8 نواب مسيحيين استحوا يقولوا صوتوا. انا سؤالي، لان ما لا انا ما بفوت بهذا الموضوع، هن قالوا انه حتى عندكم من يومين قال انه بكره في اجراءات وبكره في اعلان، ما بدي فوت بهذا الموضوع، هذا موضوع داخلي بيتفقوا هن عليه، مع انه انا اعتبر انه كل نائب واصل باصوات التيار عنده وفاء وعنده ولاء لميشيل عون، بيستبعد انه حدا يكون تراجع عنه الا الطارئين على ميشيل عون وفكر ميشيل عون وتيار ميشيل عون، ودي تتوقع منهم كل شيء، بس مش هاي الفكرة. الفكرة انه انا عم بتوجه لحزب الله، نحن اللي هذا التفاهم اللي تفاخرنا فيه العالم انه حمل لبنان واوجد هذه الاوسموز بين كل البيئات، ليك وين وصلت الامور. نعم. في خلاصة ثالثة يا استاذ جورج، انه كيف بعد جلسة 14 حزيران كيف بينعمل رئيس بلبنان؟ وهذا هو السؤال الأساسي. أنا بس بدي أذكر المعنيين، ميشيل عون سنة الـ 15 والـ 16، وهذا ميشيل عون حامل أكبر كتلة نيابية ووزارية مش بس بتاريخ المسيحيين، بتاريخ لبنان، حمل أعوامه 80 وحمل معه كل تاريخه من سيدة البير لسوق الغرب لـ 13 تشرين، وطلع على معراب تحت الشتاء، وراح جبران باسيل على جدة وعلى الرياض، اجتمع بسعد الحريري شي 10 مرات ليه؟ حتى تنضج شيء لبناني بيوصل لرئاسة الجمهورية. ما في واحد يقعد ويقول أنا أعين لكم رئيسا للجمهورية، نحن قاعدين ونحن مش عم نعمل شيء. هيدي عملها رستم غزالي وغازي كنعان بأيامهم، وشفنا وين وصلوا. فمشان هيك ما حدا بيقدر يكسر فريق بلبنان، لا حدا بيقدر يكسر الثنائي الشيعي، ولا حدا بيقدر يكسر المسيحيين. اللي بده يعمل رئيس جمهورية في طريق عبر أداة لبنانية، وإذا لا بيكون واحد ما بده رئيس جمهورية. هاي خلاصات جلسة يعني لازم سليمان فرنجية يطلع يعمل حوارات ثنائية، أو اللي رشحوه أو إذا بدهم رئيس هذه الطريق. عم لك بس مش عم بيقبلوا يتحاوروا معه، يعني الرئيس بري ليش إنه وقت اللي بلشنا معركة، وقت بلشنا معركة ميشيل عون إنه كان سامي جعجع بيقبل يحكي معه، أو كان سعد الحريري بيقبل يحكي معه، إنما بيصير جهد وبيصير مسابرة وبيصير تنازلات وبيصير تسويات وبيصير منطق إقناع لا إكراه. هلأ جايين عم بيقولوا لك عنا 65 صوت، وعم بيقول لك رجعوا لأرشيفكم وشوف لي كم واحد قال ست شهور 65 موجودين. بس هو الرئيس بري، الرئيس بري دعا للحوار وما قبله. الوزير سليمان فرنجية قال بالمقابلة معي إنه هو مستعد يعمل حوارات ثنائية مع من دكتور جعجع لميشيل معوض لسامي الجميل لا كذا لا كذا ويقنعه. طيب يا استاذ جورج، في الحوار له اسس وله مسلمات، ما فيك تقول للناس انا بدي احاوركم لفرجيكم انه مرشحي هو الوحيد اللي بيصلح وهو الوحيد الجدي. هاي مش مسلمات حوار ولا منطلقات حوار، الحوار له مسلم الا اذا عم بقول لك ما بدك رئيسي. نعم. وهذا امر مطروح على الكل. حسين ايوب، جلسه 14 حزيران، توزع الاصوات، مواقف الكتل يلي كانت وسطية، لقاء الديمقراطي، الأصوات اللي تسربت، يعني كل هذا المشهد ماذا يقول لك؟ الكل في مأزق، يعني ما حدا هلأ قادر ينتج بأي معادلة رئيس الجمهورية، كل عنده قدرة على التعطيل، كل عنده الثلث المعطل، بس ما حدا لا قادر يكون عنده الثلثين وحده، ولا حدا لهلأ بالمعطيات الحالية قادر يوصل لل 65 لوحده. كان في وهم أقله، يعني جرب يقوله الفريق الداعم لجهاد أزعور قبل بالساعات الأخيرة قبل الجلسة أنه هو يملك احتمال يوصل ل 67-68، بيّن أنه دون هذا الأمر يعني في إشكاليات عديدة. هلأ أنا بعتقد صارت الجلسة ورا ظهرنا، يعني وبتصور أنه إمكانية الدعوة إلى جلسة بالمدى القريب مستبعدة. بدنا ننطر يعني لبعد عيد الأضحى، بدنا ننطر مهمة لودريون،
ما ننسى انه كمان بالوقت اللي عم يدفع الفرنسي للحوار وعم بيحاور اللبنانيين، البيان الاخير للبيت الابيض يعني اللي رحب بانعقاد الجلسه حث اللبنانيين على التواصل والتحدث مع بعضهم، يعني وصولا للتوصل الى قواسم مشتركه، فمبين المناخ الدولي هو الدفع باتجاه حوار. هل نرجع للسؤال الاساسي، مين بده يدير هذا الحوار؟ في علامه استفهام حول هذا الموضوع، بس اكيد الجلسة عملت مجموعة يعني خلاصات لازم الواحد يتوقف عندها. التصويت واضح انه التصويت الشيعي كان في بلوك واحد، في تصويت جزء من يعني القوات والكتائب كمان بلوك واحد، في علامات استفهام حول التصويت اللي صار بكتلة لبنان القوي، هل صوتوا او ما صوتوا؟ في علامات في النواب التغييريين والمستقلين، وانا برايي هون كمان حسنا انه صار في فرز، بمعنى انه بين انه اخر شيء في 9 نواب راحوا على خيار جهاد أزعوري اللي بين مزدوجين هن نزلوا ب 17-20 كانوا عم بيقولوا كلكم يعني كلكم، وكان هذا واحد منهم لهالتجربة. في بقي 6 نواب اللي هن 3 تغييريين و3 مستقلين أخذوا خيار زياد بارود، هودي أنا برأيي هن صاروا النواة اللي قابلة لأن تكبر وينبنى عليها أقل على مستوى قوى التغيير. هول الست ستة، وأنا رأيي حتى هودي يمكن بجلسة رقم 13 يعني يصير في فرز بيناتهم. وبعدين في عندك شعار لبنان الجديد، وفي عندك النواب السنه، ما هو هيدا بيحكيك على اشكاليه كتله النواب، يعني الكتله السنيه 27 نائب سني كيف بدهم يصوتوا؟ وهذا بيحكيك على معضله الواقع السني بلبنان، حكينا عنها سابقا انه اليوم مين المرجعيه اللي بدها تقعد بكره على طاوله حوار بدها تمثل هذه الكتله النيابيه السنيه، واذا اليوم بدك تحط خيارات ان كان لها علاقه برئاسه الجمهوريه او رئاسه الحكومه، مين بده يقول عن هاي الكتله مين هو مرشح لهون او لهونيك؟ هلا هذا مسار، هل بالضروره ياخذنا على رئيس بالمرحله اللي جايه؟ انا ما شايف هلا في تعديل، في اقله في انتظار لموقف وليد جملاط، عندك الاسبوع المقبل يتوج يعني تيمور جملاط رئيسا لحزب التقدم الاشتراكي، من بعد تتويج هل ممكن بالجلسه 13 او اللي بعدها يعمل انعطافي وليد جملاط؟ انا بتصور انه راح يكون موقف وليد، بس مش بالضروره يروح لعند سليمان فرنجيه ابدا، ما مبين لهلا انه في وجهه من هذا النوع، بس عمليا هذا عم يكبر الكتله يلي واقفه بالوسط يلي هلا طلعت 18، انا برايي بترتفع بتوصل ل 28، وبالتالي هي بتكون كتله مع وليد جملاط يعني مع اللقاء الديمقراطي، مع اللقاء الديمقراطي، وربما يصير في انزياحات ثانيه داخل الكتله. نعم. بالختام جان عزيز حسين أيوب، بدي أسألكم عن خارج الإطار الرئاسي، في عنا جلسة حكومة، في عنا جلسة تشريعية، في عنا يعني في بلد بده يستمر، يعني إنه في أمور بدها معالجة، كيف ممكن تصير هالأشياء؟ جزء من المهزلة اللي سميها البطرك إنه يعني اللي طيروا جلسة 14 حزيران هلأ مستأثنين على الجلسة التشريعية، يعني لو ضلوا بالجلسة ب 14 حزيران يمكن حلوا مشكلة كل انفاق الحكومة، فهي جزء من المهزلة، إنما أكيد في شيء بسموه ريزون ديتا، أسباب دولة بتقتضي أنك تمشي الأمور. بدي أتوقف بس عند الجلسة الحكومية والشيء اللي مفروض ويمكن يطرح يمكن ما يطرح أو من جدول أو من خارج الجدول، هو موضوع الجيش اللبناني. هناك البعض يراهن على شل الجيش اللبناني وعلى تعطيل الجيش اللبناني عبر ضرب نصاب المجلس العسكري، وهذا أمر بات معروفا، المجلس العسكري ذاهب إلى الشغور الكامل لنصابه القانوني مما يؤدي إلى تعطيل الجيش، وحدا عم بيتوهم أنه بيقدر من بعده يحط إيده على الجيش. أوقفوا هذا الوهم، الجيش اللبناني خط أحمر، روحوا عينوا المجلس العسكري رغم كل العقبات، الآلية والمعيار صاروا موحدين وكل المعنيين سلموا فيه انه هو الاعلى رتبه بكل مذهب بيكون عضو، ما تتآمروا على الجيش اللبناني، بيكفي تآمر على البلد. حسين ايوب بالختام، الجلسه التشريعيه غدا هل هي ضروره؟ اي اكيد ضروره، يعني لازم يكون في خلاف، يعني لازم يعني ما لازم يكون في خلاف، لا لا، وبعتقد انه النصاب يعني شبه مؤمن للنصاب للجلسه، وبعتقد بموضوع الجيش يعني بتصور انه الرئيس بري عم يعمل قوه دفع انه كما حصل على مستوى الترقيات العسكريه كمان عم يعمل قوه دفع باتجاه تعيين المجلس العسكري، وحتى صار في تداول مع رئيس الحكومه بفكره انه اذا وزير الدفاع موريس سليم ما يعني ما عمل الاقتراح المطلوب منه يعمله
لأسباب سياسية إلى علاقة بالتيار الوطني الحر يعني، فكيف ممكن يكون، هل هناك صيغة أخرى طرحت صيغة أخرى أن يأتي هو قائد الجيش مباشرة إلى مجلس الوزراء وأن يقدم اقتراح يقر بأكثرية الثلثين؟ هذا الموضوع يقتضي موافقة الثنائي الشيعي، بتصور أنه هذا الموضوع قيد البحث، وربما تكون يعني هناك مؤشرات بالحلحلة بهذا الملف. شكرا لكم جان عزيز حسين أيوب، منلتقي طبعا الأسبوع المقبل بإطلال جديد ضمن أولا، وبيكون جان إيف لودريان إجا وفل وعمل لقاءاته وما بنعرف شو بتكون النتيجة. بنشوفكم الأحد المقبل. بعد الفاصل الإعلاني أستقبل النواب عماد الحوت، سليم عون، ميشيل دويهي، وأيضا مداخلة من النائب قاسم هاشم في الجزء الثاني من وهلأ شو. ونتابع هذه الحلقة من وهلأ شو لأستقبل في استوديو وهلأ شو النواب عضو تكتل لبنان القوي سليم عون، النائب التغييري ميشيل دويهي، والنائب الدكتور عماد الحوت. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. مساء النور. وسيطل معنا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، وبالطبع معنا الجمهور الموجود من بعض التيارات والأحزاب، في معنا من التيار الوطني الحر نيكولا. وينو نيكولا؟ مساء الخير. وفي معنا طبعا من الحزب التقدم الاشتراكي الكتائب القومي وتيار المردة وغيره. بداية بدي بلش معك دكتور عماد الحوت، لأنه انتو اخترتوا تكونوا خارج الاصطفاف واخترتوا تكونوا شعار لبنان الجديد، ورح ناقش معك هذا الأمر وكيف اعتبروكم انه انتو تساهمون باستمرار الفراغ وكل هذا المعطيات. بس طلعنا من جلسة نهار الأربعاء كل فريق معتبر حاله أنه هو انتصر. نعم. طيب أنتوا يلي اخترتوا تكونوا خارج الاصطفافين، فعلا مين اللي انتصر يعني؟ مين؟ أولا نحن 59 ولا 51؟ أولا نحن ما كنا عم نفتش على انتصار. أي. إحنا كنا واعيين أنه انتخاب رئيس بده 86 نائب يضل بالجلسة، يبقى الفريقين مش قادرين يسجلوا انتصار. احنا حبينا من اول الطريق نقول خلونا نروح بقى على حوار جدي بقى ينتج رئيس، وبكفي هالقد تسجيل نقاط 12 جلسه. بالتالي عمليا الفريقين راحوا الى تعادل سلبي في يعني اللي انا بشوفه وبحلله. مش مهم مين انتصر الان، هل بدنا نحن لبنان ينتصر بقى ونجيب له رئيس ونبدا من الرئيس نشكل المؤسسات الحكومه وغيرها؟ اذا ايه بدنا ناخد بعين الاعتبار انه الجلسه بدها 86 نائب، يبقى ولا فريق من الاثنين قادر لوحده يجيب رئيس. خلونا نروح نفتش على حل. استاذ ميشيل، هل تفاجأتوا بموضوع 59 صوت لجهاد أزعور وانتم كنتم متوقعين يوصل لعتبه 65 او 63 او شيء من هالنوع؟ قبل ما نفوت بلعبه الارقام استاذ جورج، لابد من التوقف انه اللي صار بجلسه الاربعاء أنا بعتبرها قفز فوق القانون وفوق الدستور وفوق الأعراف الديمقراطية. يعني اليوم في اصطفافين بالبلد بالسياسة، اللي هو شيء برأيي بالشكل شيء منيح. ما ننسى إنه هيدي أول انتخابات من السبعين بيكون في مرشحين. كل الانتخابات الرئاسية من السبعين لليوم كان توافق أو داخلي أو إقليمي أو دولي أو ثلاثة سوا. وبالتالي بالشكل رحنا كنواب من كذا كتلة ننتخب مرشحين واضحين بالسياسة، هذا شيء كتير منيح. بالسياسة اللي صار انه برايي يعني في سلوكيات، خلينا نقولها مثل ما هي، اليوم في سلوكيات اليوم بالبلد عم تعطل النصاب. طب كمان امام اللبنانيين اليوم صار مشهدية انه في فريق انتخب مرشح بحق له يترشح مع مشروع سياسي واضح، انتخبوه وظهروا طيروا النصاب. طيب وهذا بيسال سؤال حقيقي عن موضوع، طب كيف مندير التنوع بهالبلد؟ كيف مندير الخلافات السياسية بالبلد إذا ما في الدولة ما في ديمقراطية ما في مؤسسات؟ لا إمكانية، ومشان هيك رح نرجع نحكي فيها. لا إمكانية بالنسبة لي أقله لفكرة التسوية إذا ما رجعنا لمؤسسات الدولة. نحن مش مجلس عشائر أستاذ جورج نقعد برات المؤسسات نوزع البلد على بعضنا، أعطيني حاكمية مصرف لبنان، بعطيك قائد جيش، أعطيني نص الحكومة، أعطيني هالحقيبة إلى ما هنالك من أشياء خارج مؤسسات الدولة. طب ما هذا البرلمان عنده وظيفة. إلى جانب التشريع والمراقبة عنده وظيفة انتخاب رئيس جمهورية. هذا الشيء ما عم يحصل لأنه
وهون الحفوت أعمى يعني، لأنه في ثقافة بهالبلد أنه في ناس بدها تكسر ناس. أنا جاي أقول اليوم ما حدا في يكسر حدا بهالبلد، في لعبة ديمقراطية خلوها تاخد مداها. دكتور عماد ما صوت بأول دورة، كان ممكن رح يصوت بتاني دورة، حسأله رح لأنه هني من الكتل يلي ما ظهروا للأمانة، ما ظهروا ما عطلوا النصاب، فبالتالي في كتل بقيت بالنص كانت ممكن رح تنتخب أو آ أو ب. هيدا اللعبة سيجو لازم تروح على الآخر. بس هون خليني بس تأخذ بعض المعلومات، يعني كان عندكم بيان للمعارضة ووقعوا 31 نائب، واعتبرتوا فيه أنه مرشحكم جهاد أزعور كان سيفوز في الدورة الثانية التي طيرها الثنائي وبعض المتعاملين معه مثل ما استعملته بالبيان. طيب يعني إذا كنتوا عم تقولوا أنه لو كان في دورة تانية كان فاز جهاد أزور، طيب مين يعني كان رح، مين الأصوات اللي كنتوا معولين عليها أنه تصب معكم إضافة لل 59 صوت؟ أوكي هلا ما حدا بيعرف، لا بس كان في اتجاهات، بس حتى تعتبروا ببيان انه لو كان في دوره ثانيه كان فاز جهاد ازعور، يعني ما توقعوا كان عندكم علم انه في ست اصوات او سبعه او ثمانيه؟ انا بحكي عن حالي يا شجو، ما كان في علم، بس في اتجاهات وفي انديكيتورز يعني مؤشرات انه ممكن اغلبيه الناس يلي ما صوتوا باول دوره كان ممكن يعطوا جهاد ازعور. هذا من جماعه لبنان الجديد ما بعرف، هلا بتسال الدكتور عماد شو دكتور عماد، بس هذا ما بيعني انه كان ممكن كمان يعطوا مرشح للمفرنجيه. خلينا نروح على الدوره الثانيه واللي بيربح صحتين على قلبه بهالبساطه. دكتور عماد الحوت، لو صار في دورة تانية انتو قلتوا كنا حنصوت باسم، طبعا باسم كنا حنصوت كلكم الثمانية، يعني الاعتدال وانتو بلس عماد الحوت ونبيل بدر، لا كلنا كنا متفقين انه بالدورة التانية لو وصلنا لدورة تانية احنا حنصوت، لانه بالاخر حتصوتوا باسم طبعا فرنجية او ازعور، احنا هدفنا يما اسم ثالث، احنا هدفنا نوصل رئيس جمهورية بقى ونخلص. ايه صح. بس مين الاسم اللي كنتوا مقررين تصوتوا له؟ اترك لي حق اني انا اختار الاسم اللي انا بيريحني. تعال، بس هو اسم مشترك للثمانية، الأقرب انه ينجح بالاخر. في عندي ارقام قدام مني حتكون بالدوره الاولى، بدي اشوف اللي كان حظه اكثر حوصل له اكثر. يعني جهاد ازعور اللي كان معه 59 صوت على الارجح. اذا لو صار في فاذا معه حق ميشيل الدويهي لما عم بيقول انه لو صار في دوره ثانيه كان فاز جهاد ازعور، لانه كان في 8 اصوات رح تصب عليه، او اذا مش 8 قسم منها بالاخر. يمكن او يمكن لا. المؤسف ما هلا بعدك عم بتقول لي بتشوف اللي معه صوت اصوات اكثر بنصوت له اللي هو جهاد ازعور. ماشي، بس انا ما بدي فوت بالافتراضات، انا بدي اشوف واقع انه في مجموعه من النواب تتجرأ على الدستور وبتترك تحت حجه انه والله هذا حق للنائب انه تطير نصاب جلسه. صحيح. هذا للاسف ممارسه سلبيه لكن هذا الواقع. استاذ سليم عون، كل الانظار اتجهت الى تكتل لبنان القوي من بعد 59 صوت لجهاد أزعور، وصارت البوانتاجات تعتبر أنه في 5-6 أصوات تسربت من عندكم لعند يا سليمان فرنجية يا المغلف الفاضي يا الورقة البيضاء يا جهاد العرب، يا يعني كل هذه الأمور. ونحكى أنه في تحقيق داخلي سيقوم به الوزير جبران باسيل، ثم صار في جوتين أنه لا ما في تحقيق داخلي وما في أصوات تسربت. تحديدا شو حقيقة الوضع؟ أول شيء مساء الخير. مساء. ثاني شيء مستنظر هالسؤال بس مش ببداية الحلقة، بس ما قلنا يعني طالما هذا ناطرينه الكل يلا. صح. بس قبل اسمح لي معلش بدي مرق، لأن أنت سألت الكل وهيدا الحقيقة اللي شفناها، الكل اعتبروا حالهم منتصرين. أنا رأيي بس بدي أعلي كلنا خسرانين هيدي، لأنه ما أنتجنا رئيس، وبالأفق بعد ما مبين انه رح نقدر نوصل لهيدا الانتخاب. وبحب استطرد واقول، لانه كنت عم بتقول بدوره ثانيه بيجي رئيس، كمان رايي السؤال لازم نساله لحالنا، انه طريقه بسميها خطف الرئيس. انتبه، انا ماني ضد فكره انه ايه روحوا للعبه ديمقراطيه، بس نحن عندنا هلا قد ما نبرم ونحكي مشكلتنا الاساسيه بنظامنا، بهيدا النظام طالما بعده هو ذاته. وانا هون ما عم بدعي لثوره او اني لاب على النظام، لازم على الرايق، ومش هلا، مش وقتها هلا، بس نتركها لفتره لاحقه. ما بقدر مرق الحديث بدل ما اقول بدنا بعد فتره نغير هالنظام هيدا، لانه هو اساسا اللي عم يعمل مشاكل، وما في بآلياته شيء ليحل لك المشكله. اعتبر تصور وصل حدا من الرئيسين بتقلي قد ايه فرص النجاح، هيك بطريقه انه عدم الاتفاق، بطريقه التحدي والمواجهه والحقن اللي عم نشهده. بقى عندك تشكيل الحكومي والبيان الوزاري والاتفاق مع الاي ام اف والخطه الاقتصاديه وامور وتعيينات و يعني
أنا عم بحكي عن جد بشكل كتير موضوعي وهادي، إنه نظامنا بحاجة لتعديلات، نعم، لضبط المهل والاستحقاقات حتى ما نضل أسرى الفراغ. صحيح الفكرة، إذا سمعت حدا بالمطلق عم يسمع بين اللي تفضل فيه زميلي ميشيل واللي عم قوله، بيقول المنطقة هوني خليها لعبة ديمقراطية، بس هاي ديمقراطية بتصير ببلدان عندها أنظمة غير طبيعة نظامنا وغير كيف نحن ديجا صار لنا عشرات السنين هيك عم بيكون. هلا بعرف لفوت دغري بالمباشر، أنا من الأشخاص اللي ولا مرة بحب أحكي بشي داخلي، بس اضطريت هالمرة لسبب كتير بسيط، لأنه بلش الهجوم علينا من قبل، ما بدي سميه هجوم، رح بلش هيك الحرتقة فينا، لأنه نحن كل كتير معروف بنعمل نقاش داخلي وبتبقى الآراء أكيد في عدة آراء موجودة صاروا يبنوا عليها، وكنا نسمع بالصحف إنه عشرة بس الملتزمين، وصار في مثل عملية انشقاق، وفي ناس بدهم يعملوا مثل حركة اعتراضية وانقلابية و و و إلى آخره. الحقيقة مزبوط في جزء صار حقيقة إنه كان عنا عدة آراء، بس بالآخر طلع قرار واحد، صار رهنوا كل الأفريقاء اليوم اللي طلعوا من الجلسة اللي عاملين وعدين شيء وعاملين شيء متكلين سلفاً، إنه التهمة موجهة للطيار الوطني. نحن إذا قدرنا ما وفينا بالتزاماتنا ما رح نتهم، رح يتهم الطيار الوطني الحر. نحن بهيدي الفترة كنا أكتر شيء حريصين بين بعضنا والتزمنا مع بعضنا إنه نكون موقفنا واحد. اللي صار هلأ رد سريع، والحقيقة هاي مثل ما هي، ما أنا عم قلك هاي ما كنت بقولها امبارح، كنت على محطة إذاعية قلتها لأنه بس لحتى يعرفوا المناصرين وحتى المتقاطعين معهم وحتى الآخرين. نحن في من ال 17 اللي في أنه هودي ملتزمين بقرار أو بموقف التيار، في 16 التزام كامل، اللي بده يحسب اليوم التيار يحط علامة استفهام على صوت واحد. ليه؟ وهيدي مش عملية اللي هو صوت زميل من الزملاء، اللي هو اللي أكيد هو بيعلن عن حاله مش أنا بعلن عنه، بس هو اللي قال علنا إذا بدكن أعلن بعلن كيف صوت، اللي بعد ما عرفنا كيف صوت، بس قال توجه هو والرئيس باسيل، سألوا الرئيس باسيل شو عملت، قال له مثل ما حكيتك، هلأ مثل ما حكيه بلحظتها أو قبل بنهار، المهم ما عملها بطريقة مستورة إذا كان مش مصوت لجهاد أزعور. ما بعرف شو معنات أنه بعد فيه أنا مثل ما حكيتك عملت. هيدي شو بتوديك لخلاصة؟ هيدي لحظة بس، لأنه هيدا شيء وقائع أو معطيات، هيدي من بعد الجلسة، بعد اللي اجتمعتوا بمجلس النواب. مجلس النواب اجتمعنا كلنا، كلكم كنتوا كلنا، يعني بحضور ألا عون كلنا 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 يا وإبراهيم كنعان، كلنا كلنا ال 17 كنا موجودين. 17 واحد منهم اللي هو مين؟ ما بهني لايك هيدي هيدا الحق، لأنه أنا الحديث شفت لو بعرف شو صاير حديث وشو صاير الحكي ولو مين صوت كنت يمكن بسمح لنفسي أقول، بس طالما أنا ما بملك هيدي المعلومة، بس اللي بملكه أنه هيدي شغلة مش عملية لا غدر ولا طعن ولا في بعدين راحت أبعد، لا هلأ بينشاف بكرة بينسأل يا الرئيس يا هو، يا بيخبرونا اتنيناتهم شو كان الحديث بيناتهم، وإذا هل يا ترى في موافقة مسبقة ولا لا، ولا ضلت إطار حديث وأيمتى صارت وكيف صارت. يعني هو المقصود نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب؟ لا لا ما مقصود حدا، أنت شو بهمك بالحديث كله؟ لا الاسم مهم، الاسم مهم والبهم يعني الرأي العام، بهم الرأي العام. إذا واحد عم يجي هي أهم شيء قراءة النتيجة، واللي أنا قلي استطراد هون بقراءة النتيجة، بس اللي عم يقرأ النتيجة لا يعرف كيف توزعت الأصوات بكل ضمير مرتاح وعن حقيقة. أنا بعرف ما عندي لو أصلاً بوارب ما بحكي هالشيء بكل صراحة، بده يحسب أنه في 16 صوت إجوا من التيار الوطني الحر ويشوف وين صار الخرق، ما بدي سميه الخرق، شوف وين صار إذا في التزامات. يعني أنتوا بتعلنوا بكل ثقة إنه في 16 صوت من عندكم؟ هذا القصد. الصوت بكل لحظة، الصوت ال 17 هو اللي قاله لجبران باسيل أنا صوت مثل ما قلت لك، مثل ما قالوا كيف شو عملت، قالوا مثل ما حكيتك. أوكي، بينقال إنه الياس بوصعب هو المعنى بهذا الأمر، وقيل إنه هو الياس بوصعب بالسالون قاله لجبران باسيل أنا صوت لزياد بارود.
هلا شو يعني هيدا حسب ما بعرف مين ما بعرف ميشيل دويهي عندك شيء علم بهالموضوع؟ لا ما عندي علم، بس انا برايي اليوم استاذ جورج اللبنانيين بحاجه يسمعوا خطاب اخر بالسياسه. لا انا بحاجه خطاب... إيه بعرف إيه بس قبل الخطاب الاخر انا سؤالي لك. نعم. انتوا لانكم تقاطعتوا يعني انتوا المتقاطعين، انتوا مقتنعين بانه كل تكتل لبنان القوي حلب صافي معكم او حط جهاد ازعور؟ اول شيء قبل ما نحكي بالموضوع، لا ما هذا الموضوع، لا 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 لحظه 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 شو فكره التقاطع بالسياسه؟ هذه فكره واحد في يكون ضد التقاطع بالسياسه لانه طلعت اصوات هون وهون، بس ما في يقول انه اي تقاطع هو مش سياسي، لانه طلعت اصوات استاذ جورج عم تقول انه هذا اللي صار هو خروج عن السياسه والى ما هنالك. بالعكس تماما، اللي صار صار في تقاطعات على اسم معين، وهذا الشيء صار لسبب بسيط وما في غيره. بدنا ننتخب رئيس جمهورية، البلد ما بيقدر يبقى بلا رئيس جمهورية لكل الأسباب اللي حنحكي فيها اليوم أكيد بالتفاصيل. ما بعرف شو صار بكتلة لبنان القوية صراحة، ما بعرف شو صار، بس واضح والأرقام بتبين في صوتين لثلاثة ما التزموا. هيدا الشيء ما رح نضيع وقت اللبنانيين فيه اليوم، هذا الشيء داخل هن معني فيه، أنا المعني فيه اليوم قول التالي اليوم. لا لا هيدي شغلة مهمة، يعني أنت كنائب بهيدا التحالف او التقاطع، لا لا التقاطع تقاطع تعتبر انه في صوتين ثلاثه من لبنان القوي راحوا مش لجهاد ازور، راحوا لمين؟ لسليمان فرنجية؟ ما بعرف. او راحوا لمين؟ ليك انا اللي بيعرفوني بحكي الاشياء مثل ما هي. ما هي مش هيك عم بسألك. لو بعرف وين راحوا بقول لك وين راحوا، بس بعرف انه في صوتين لثلاثه، ثلاثه يمكن كثير، صوتين اقله ما التزموا بجهاد ازور، هذا الشيء داخل فيه. اليوم في خطاب ثاني بالبلد. اليوم اللبنانيين بحاجه لتطمينات، اللبنانيين بحاجه نحن كنواب الامه نقول لهم شو بده يصير بعدين يا استاذ جورج. اليوم في امباس، في ديدلوك، في شيء واقف بالبلد. طب وبعدين بدنا نضلنا هيك؟ في عقلنه للخطاب السياسي، او انه بدنا نرجع المؤسسات، او انه بدنا نعمل تسويه برا المؤسسات. نحكي عن هذا، هيدا الشيء منه تفصيل الحياه السياسيه اللبنانيه. اسمح لي بسؤال، يعني عم تقول انت في صوتين ثلاثه راحوا من عندهم، من عند جهاد أزعور، وفي الصوت يلي ضايع، برأيك هول كانوا الأربع الأصوات اللي أنتم راهنين بتوصلوا ل 63؟ هاو هن على الأرجح هول هن. وفي في في نيبان كمان يمكن قالوا إنه بدهم ينتخبوا بطريقة، انتخبوا بطريقة تانية، ماشي الحال. نيبان من وين؟ ما بعرف، بس من عند نيبان يمكن يكونوا محسوبين على التقاطع، بس مش هذا المهم. مستقلين يعني؟ ايه مستقلين. مش إنه من اللقاء الديمقراطي كما قيل؟ لا لا ما بعرف، من جملات ما بعرف، أو من نسبة التقاطع. ليك المهم ما انت صريح، طبعا صريح، نحن بنعول على صراحتك. طبعا انت طبعاً جاي من التغيير طبعا، يعني مش انه بدك تراعي الحساسيات. ابدا ما عندي اي حساسيه مثل ما هي، ابدا ما عندي اي حساسيات. آه بس انا قادر اقول اللي صار بجلسه الاربعاء هو معيب بحق لبنان، معيب بحق الجمهوريه اللبنانيه، ومعيب بحق مجلس النيابه. نعم. دكتور عماد الحوت، انتم ينظر لكم انكم ساهمتم باطاله امد الفراغ الرئاسي، يعني شو بتقول لي لبنان الجديد؟ شو بتقلي انه ما بعرف شعار يعني؟ لا، في اسامي، في اسمين اساسيين، وفي كمان اسامي تانية يا خيي صوتوا باسم. في اسمين لو ضمينا لهم كل اللي ما صوتوا الاثنين ما بيجيب ولا واحد منهم 86 صوت. يعني من بس البداية على ليش ما بريتوا دمتكم وعملتوا اللي عليكم؟ لأنه يعني ليش اخترتوا الهروب الايجابي؟ ما هو يعني هروب ايجابي؟ شو هو لكان؟ اذا بتلاحظ الخطابات قبل جلسة الأربعة كان في خطاب مخيف بالبلد انه في اصطفاف شيعي مش اصطفاف مسيحي. بس مش مزبوط هيك، بغض النظر صحيح. الخطاب كان هيك صحيح، كان خطاب احنا رافضين نكون جزء من هيك اصطفاف، احنا بدنا نروح على اصطفاف وطني. بس كان في من المتفاهمين هون وهون خطاب بهالنوع هذا. انا ما بقول اللي قاعدين على الطاوله هيك، لكن هذا الخطاب كان منتشر. بدك اني انا اكون جزء من خطاب طائفي بيوصل البلد لأزمة ما بعرف وين بتصير؟ لا، أنا ماني مستعد قوي للموقف الشيعي بوش المسيحي ولا الموقف المسيحي بوش الشيعي. أنا بدي اثنين نقعد كلنا مع بعض، ما في مكون قادر يلغي حدا. صح. إذا ما قدرنا نقنع نوصل لهالقناعة هاي، إحنا وصلنا رسالة لاثنين، ما فيكم تخوضوا المواجهة على خلفية طائفية. ما فيك تقول لي أنا بملك البلوك الشيعي والتاني ما عنده ولا شيعي، وما فيك تقول لي إنه أنا بملك التمثيل المسيحي والتاني ما عنده. وين بناخذ البلد يعني؟ كان لازم يطلع خطاب مختلف عن هالخطابين. صح. احنا تولينا هالمهمه هاي بجوله. استاذ سليم، هل هيك كانت الصوره؟ يعني كان في هيدا الاصطفاف المذهبي؟ يعني كان عم بقول لك دكتور حوت انه مسيحي شيعي، ما هيك؟ اكيد في جهه فيها الاغلبيه المسيحيه
ولو اذا مش هيدي هي الحقيقه بس هيدا هو الواقع. الواقع حكين مثلا بهذا الاتجاه ما كان فيه ولا اي صوت شيعي، وبالعكس هون كان في غلبه مسيحيه وبالمبدا ولا صوت حتى درزي، بس هيدا مرض لبنان مضطرين نحكي فيه. بس انا ما عم علق هون اهميه على هيدا الموضوع. انا اذا بتسمح لي، انا قلت لك بدي استطرد بفكره بس قبل ما حبيت اقطع زميلي ميشيل. انا عم بحكي الموضوع لا لبرر، لانه ما عندي شيء برره لحدا، بس انا عم رد على كل اللي سبق لحتى اقول انه كل الاتهامات، انت ما تنسى هلا حصرهم باثنين يمكن، بس انه كانوا خمسه وسته. بدي احكي الحقيقه مثل ما هي. انا برجع اصر على الالتزام، كان كامل من عنا ناقص صوت واحد. نعم. هيدي هي الحقيقه. هلا اللي بيصدق ولا بيصدق شغلته، بس كمان ما بيعمل شيء لا الصوت ولا الاربعه ولا الخمسه. عم برجع للاساس. انا بدي اقول لك شغلي على طول، لازم نطلع لقدام، ما ننسى الماضي لناخد منه العبر، وما ننسى شو اللي صار لحتى نتعلم لبعدين. انا كل اللي فاجئني كنت مستنظر بعد هيدي الجلسه، انبسطت انه الكل اعتبر حاله منتصر. وانا اول ما التقيت مع حدا من زملائي من الطرف الاخر قلت له عال ما زال مبسوطين، فاذا لازم نروق هلا نشيل هالتشنج اليوم. خلينا نرجع نفكر بعقل بارد لقدام شو بدنا نعمل، خلينا نطلع لقدام. مع الاسف هلا اكيد بعد ما مرق وقت طويل، بس لغايه هاللحظه شو عم حس؟ بعده كل طرف متمسك بموقفه. كيف بدنا نخرج من هيدي الازمه؟ انتم كطرف كتكتل لبنان القوي لحد هلا انتم متمسكين بالتقاطع يلي عملتوه مع الاخرين على اسم جهاد ازعود؟ ما شو كان الخيار؟ لا نحن بردون يعني خليني اوضح، ما نقطه لاقول لك ليش متمسكين. لانه بالاساس نحن ليش رحنا على هالخيار؟ لانه باول الطريق حسمنا الموضوع انه ما بدنا نرشح حدا ونتبنى معركه حدا، لانه عارفين بالاخر تركيبه هيدا المجلس بتجبرك انه لو عندنا 65 نائب ما بنتقاطع مع حدا. شو بدنا نتقاطع وكل فريق هيك؟ بس حتى انت واخرين وما عندكم ال 65، العقل بيقول لازم تتلاقى. اذا عم بتسكي الحساسيه كلمه تقاطع، خلينا نقول تلاقي يا اخي، بدك تتلاقى مع هالقوى اللي بالمجلس اللي جابها الشعب اللبناني مش انا اللي جبتها. بس هلا انا سؤالي كثير مهم كثير والله، بتختصر لك عده سؤالات بدك تسالني اياها. بلشنا بالاساس قدام هالواقع، طالعين من تجربه كان العماد عون هو رئيس الجمهوريه، ما فيك تجيب بقى بكاليبر افضل منه من كل النواحي. قلنا انه ما بدنا نرشح حدا من عندنا لان بتصير اسير معركته، ما بتعود فيك تحكي مع حدا، بصير انت بدك تروح تطلب اصوات له. بدنا نروح للتلاقي مع افريقيا مكون اكثريه، وعارفين انه افضل شيء التفاهمات. نعم. لان مارقين فيها. مين كان اقرب فريق او بوقتها اقرب فريق لنا لنحكي نحن وياه اللي صار في ورقه تفاهم بيننا وبينه عمره 17 سنه؟ كان حزب الله. كل اللي بدي ما بدي خبره لانه بتعرفوا شو صار نقاشات بيننا وبينهم. اصروا على الوزير سليمان فرنجيه. وقت نحن كنا رافضين الوزير سليمان فرنجيه راحت اسابيع واشهر. بالاخر تبين انه هن مرهنين يقنعونا ونحن مرهنين نقنعهم وما حدا عم يقتنع. قلنا لهم ما عاد عندنا خيار، وقال السيد حسن علنا معلش هاي محطه انتخابات، ولو افترقنا نحن عندنا مرشحنا، روحوا شوفوا شو بدكم تعملوا بعدين بنرجع نتلاقى. في كثير فقراء يعني لما بيقول الوزير بسيل بيقول لحزب الله ما تتدخلوا وما تمارسوا ضغوط على نوابنا وما تتدخلوا مع نوابنا، يعني وصلت ل وفي انشقاق كبير. ما يا مشكله بتعتبرونا دايبين اذا بمحلات قطعناها، واذا بمحلات لقيناها امور ما بتقطع بتصيروا تقولوا اف عملتوا مواجهه. بالاخر هيدي السياسي، بالسياسي في طلعات ونزلات. بس سؤالي نقطه بعد، خليني خلصها بسرعه كثير. صار انت نحن صرنا امام ثلاث خيارات، او بدنا ننصاع للاراده، يعني نقول خلص ما بدنا نعمل شيء، ما بدنا نختلف نحن وحزب الله وخلينا نقبل بالموجود، او بدك تروح تقعد على جنب تلغي حالك، او بدك تفتش على القوى الاخرى اللي بدينا الايدين لبعض لاي نتائج. هيك عملته. طيب بس تروح انت هون، وانا هون عم رد بطريقه غير مباشره على كل اللي بينتقدوا على الشخص، ما انت بالاخر بس تلتقى مع افريقاء اخرين توصلوا لاسم، ما بيكون هيدا انت حلمك وانت هيدا اللي عم تنقي لحالك تكون مختار. مثل كل الافريقاء. هلا هني ما بعرف مين كان بفضله، بس مثلا بعرف القوات اللبنانيه كانت بتفضل لنعتبر
بالتقاطع يكون على صلاح حنين. يمكن الكتائب يمكن ما بدي الزمهم بالمواقف بس انه واضحه هيك الصوره، يمكن الكتائب بفضلوا نتلاقى على نعمة فريم. ما بعرف الاستاذ ميشيل هلا هو بيعبر عن حاله عمين بفضل كنا نتلاقى، بس انت بالاخر الخيار كان مش بين شخص وشخص، بين طريقه لاداره البلد وللاتفاق وطريقه اخرى. في طريقه بيقول لك غصب عنك ان كان بدك ولا ما بدك هذا المرشح يا بتقبل فيه يا بترفضه. في محل تاني عم بيقول لك فينا نتقاطع على اسم ونقدر نعمل جو مؤاتي لحتى مش نتحدى الفريق الاخر. ما كمان هيدي اللي عم يتهموا انه دغري سموه مواجهه، ما نحن كانه تاخرنا اسبوع واثنين وثلاثه بعد ما صارت التفاهم على هيدا الاسم، لانه بدنا نجرب نقنع الطرف الاخر، لانه كمان لحالنا لا فينا نوصله. واذا وصلنا مش حينجح. دكتور قاسم هاشم معي عبر تطبيق زوم، بس قبل انا بدي أحصل منك على جواب، يعني انتم هلا ما زلتم ملتزمين بهذا التقاطع؟ صح. يعني ملتزمين بالتقاطع. بالتقاطع يمكن بكره نتلاقى لك بالارقام. لا بلغه الارقام. انا بتعرف احد الزملاء شو قال لي بس طلعت النتيجه انتبه مش عم بتبنيها. بس لك الفكره كيف بتروح. سؤال. طيب جاب زياد بارود 6 اصوات وعم بيقول لك معه 59 صوت، اذا جمعناهم مع بعضهم صاروا 65. برجع بقول لك الهدف جيب 65 ما الفريق المش راضيان بيعطل الجلسة وفيس فيرسا كمان، لش انه بالاخر اذا انتم بعد الجلسة 14 ما زلتم ضمن التقاطع على جهاد. لا اذا ما تغير شيء بعدنا محلنا بعدنا مع فكرة التقاطع، بلكي مع فكرة التقاطع على اسم جهاد أزعور. انا بدي اوصل بس يعني عم جرب اعرف المواقف. سؤال بلكي جهاد أزعور قال بكره ما بدي يا عمي، اذا هو بعد بده او الوزير الفرنجي قال ما بده، ما فيك انت تعتبر اليوم انه هيدي الثوابت بس اذا بعدنا على هذه الثوابت بعدكم على التقاطع مع الاخرين على اسم جهاد أزعور. صحيح. خليني انتقل لدكتور قاسم هاشم. مساء الخير دكتور. مساء الخير لك ولضيوفك المشاهدين الكرام. يا هلا فيك. الجلسة. بتقول بعد جلسة 14 بتقول انه المفاجأة كانت للفريق الآخر، لأنه المفاجأة كانت للفريق الآخر انه قدر سليمان فرنجي يجيب 51 صوت. طيب اليوم انتم شو بتقولوا للفريق الآخر يلي انتم اعتبرتوا وكأنه انتصرتوا ب 51 صوت؟ لا أبدا، مثل ما تفضل الزملاء وبعضهم، اليوم ما حدا انتصر، وبالنهاية اللي عم يحصل لحد اليوم هو طبعا عدم انتصار أكيد وخيبة أمل للجميع أكيد، أنه نستمر بهذا الواقع المرير اللي عم نعيشه واللي عم تفرضه ظروف تركيبات المعروفة على المستوى المجلسي وتركيبة النظام بشكل عام. بالتأكيد لا، بس بالمفاجآت بعتقد الكل تفاجأ، مش بس طبعا نحن بالمنتجات كنا من الأول عم نقول ما نوقف عند الأرقام، هذا البلد الرقم طبعا مفترض وفق التفاهمات وما بعد الطائف وما قيل بأكثر من مكان وبأكثر من ملف وأكثر من مناسبة. للأسف أنه إذا كان وجهة نظر فبالتأكيد لو كنا بدنا ناخذ الأرقام طبعا معانيها الدقيقة تعني كتير، ولكن بلد مركب على أساس التفاهم والتوافق يبقى الرقم مادي طبعا بس تحريك دكتور قاسم النقاش اللي بدك تسميه بالسياسة. خليني جرب بس أسألك بعض الأسئلة يعني بالمباشر، يعني طالما انتوا اعتبرتوا كفريق سياسي انه ال 51 صوت للسمان فرنجية بمثابة انجاز، هيك نظرتوا لهذا الامر واعتبرتوه انه انتصار، طيب ليش فرضتوا النصاب وليش ما رحتوا على دورة تانية؟ يعني من شو خايفين؟ والله يعني خايفين 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 ياخذ جهاد أزعور 65 صوت، يعني ياخذ 6 اصوات زيادة. مين ما بقول ما حقنا؟ ما في فريق والله يشهر سلاح معين في لحظة معينة طبعا بإمكانيات قد تتوفر له وبلحظة بينكرها على الآخرين. فريق الآخر أعلم منذ فترة أنه إذا شعر أنه فريقنا يستطيع الوصول إلى رئاسة الجمهورية بمرشحه
سيشر في وجهنا سلاح المقاطعة، وهذا حقه الديمقراطي، وهذه طبعا بتسمح له. يعني انتم كفريق، انتم كفريق سياسي شعرتم انه في الدورة الثانية سيفوز مرشح التقاطع جهاد أزعور، ولهالسبب فرضتوا النصاب؟ لا، بالمبدأ ما وصلنا له. نحن كان في توجه معين عنا ومتفقين على شكل مسبق بحدود معينة كيف نتعاطى مع مسار الجلسي، ولكن هذا حق ما في حدا ينكره علينا. بس ليش التعاطي، ليش التعاطي مع مسار الجلسي بهذا الأمر، إنه قرار مسبق بعدم انعقاد دورة تانية؟ هل لأنه كان في فعلا فرصة لفوز جهاد أزعور؟ هذا اللي بدي أوصل له أنا. ليس بالضرورة، ليش بالمرات السابقة ما كان عم يحصل هذا؟ طيب فإذا إذا مش بالضرورة، إذا مش بالضرورة، لا مش بالضرورة أبدا. طيب إذا مش بالضرورة ليش فرضتوا النصاب؟ إذا مش بالضرورة كنتوا تلافوا هالأمر، يعني عم تتعرضوا لانتقادات إنه أنتوا عم تفرطوا النصاب وعم بتطولوا عمر الفراغ، يعني طالما ما عندكم يعني هذا الخوف اعملوا كنتوا نساء. ما في حدا ينكر على اي فريق حقه باستخدام طبعا موضوع ما يسمح به طبعا مسار ديمقراطي معين، هذا امر طبيعي بدنا نتجاوزه. بس يعني بالنهايه نتيجه هذه الجلسه اكدت لكل الفرقاء انه لابد من حوار ونقاش حول موضوع الاستحقاق في كل الأحوال. موضوع الدعوة للحوار أو التوافق أو التفاهم كانت طبعا دعوات قبل الوصول للجلسة من فرقاء ومكونات حتى التقاطع بأكثر من مكان وأكثر من فريق، قال أنه رغم هذا التقاطع نشعر أنه ليس هنالك من إمكانية دون التوافق مع الفريق الآخر حول كيفية الخروج من حدود الأزمة، رغم توافقهم على جهاد أزعور، وهذا قيل قبل الجلسة وقبل أيام من انعقاد الجلسة. فاليوم الكل توصل لطبعا هذا المنطق الذي لابد من الإقرار فيه بشكل تحويله لترجمة سريعة من خلال التجاوب. للأسف يعني اللي عم يحصل اليوم بيأكد أنه لو كان هنالك من تجاوب مع دعوات الرئيس بري بالبداية حتى قبل الوصول لمرحلة الشغور بالحوار لما وفرنا علينا الكثير، وفرنا علينا تضييع الوقت، وفرنا علينا هدر إمكانيات من الشغور لحد اللحظة. نعم أستاذ ميشيل، يعني أنت عم تنتقد تطير النصاب، عم بقول لك أنه حق كل فريق سياسي أنه يطير النصاب، يعني وأنتم كمان حقكم تطيروا النصاب فيما لو استشرفتوا أنه قد تحمل الدورة الثانية هزيمة لألكم أو لخياركم أو لمرشحكم. أنا برأيي في ثقافة سياسية بالبلد سي جورج خارج السياسة بمعنى ممارستها. شو بقصد بهالشي؟ بقصد السياسة هي خسارة وربح، ما فينا نربح كل وقت وما فينا نخسر كل وقت، ما فينا نكون بالموالاة كل وقت وما فينا نكون بالمعارضة كل وقت. السياسة بلبنان وتحديدا بعد الحرب الأهلية هي كناية عن نقعد على طاولة كمجلس عشاير ومنقسم الدولة على هالأساس. ما بحياته حدا خسر بلبنان بالانتخابات، حتى بس عام 2009-2005 في فريق سياسي أنا ذاكر بيع فريق تاني عند تشكيل الحكومة بده ياخذ بالاعتبار الميثاقية والطوائف وإلى ما هنالك من إشياء. هيدي الممارسات إلى جانب الفساد دمرت الدولة اللبنانية، فبالتالي استعادة الحياة السياسية بتمر من واحد يحترم المؤسسات وعلى رأس المجلس النيابي. الرقم أنا بخالف الزميل قاسم زميلنا، الرقم من وجهة نظر، والرقم هو أهم شيء بلبنان، مش بس بالمعنى الاقتصادي المالي، بالمعنى المجلس النيابي اليوم. طب كيف بدنا ننتخب رئيس جمهورية إذا ما رحنا على الدورة الثانية؟ إلا إذا، وهون النقاش لازم يفوت بالعمق فيه، بدنا نعمل تسوية برا. تسوية برا هو هذا المتعارف عليه من ضمن السياسيين اللبنانيين، انه بنتفق على رئيس وبنجي كنواب، يبدو انه هيدا المخرج، بنجي كنواب بنحط له اسمه. الدعوات للحوار، وانا بقولها امامك وامام كل اللبنانيين، الدعوات للحوار هو قفز فوق مؤسسات الدولة اللبنانية وقفز فوق مجلس نيابي، او هذا المجلس النيابي بيتحمل مسؤوليته، او نقول بلاها كل القصة سوا، نحن مجلس عشائر بنتفق برا. شو ردك؟ عم بقول لك زميلك الاستاذ دويه انه هيدا قفز الدعوات الى الحوار، قفز فوق أبداً. مجلس النواب وفوق المؤسسات الدستوريه، وهيدا مثل مجلس عشائر بصير. نحن
بظل ما أصبح معروف أنه ديمقراطيتنا ما لها ديمقراطية عددية بالمفهوم المنطقي والعلمي والدقيق للديمقراطية، ديمقراطية توافقية نتيجة هذه التركيبة لهذا النظام، وهذا خطأ طبعا نحن لأنه بظل هذا النظام الطائفي والمذهبي ونظام المحاصصات بالتأكيد بده يضل في المساحة الأوسع هي للتوافق والتفاهم بين المكونات. نحن نتمنى نوصل للحظة طبعا فيها تطبيق كامل للمواد الدستورية توصلنا للدولة المدنية الحقيقية اللي طبعا ساعة إذن تتبدل الأمور يمكن تتطور أكثر حتى التعاطي بكيفية الانتقال لما هو أفضل للبلد. ما منضل نحن بهذا القوقعة اللي عم نعيشها اليوم والكل يخاف طبعا على حصته وعلى شراكة طائفته ومذهبه بعيد عن الكفاءة وعن كل ما يبنى عليه بمعنى مفهوم المواطنين الحقيقيين. ما وصلنا له بعد، يا ريت ان شاء الله نوصل له، ولكن نحن اليوم محكومين بالتوافق، محكومين بالختام اللي عم يصير. نحن حتى سنتين ونص، ما بدنا ننسى سنتين ونص اللي قبل ال 14 من 2014 ل 2016، يعني بعدنا 8 شهور وما لازم كمان. طبعا نحن لو كنا بنظام متكامل بكل فعاليته بكل معاني ديمقراطيته الحقيقيه، ايه ما لازم خلال شهرين بوفق الآلية الدستورية مفترض انه ننتخب رئيس جمهورية اكيد. دكتور قاسم هاشم، للأسف يعني بالختام على التعطيل. بالختام، هل هناك من اجواء لدعوة جديدة لجلسة 13 ام انتم بانتظار جان ايف لودريان ويبنى على الشيء مقتضاه؟ بعتقد ذات الرئيس أوضح خلال الجلسة مع نهاية الجلسة بأجوائه خلال اليومين الماضيين حول هذا الموضوع. لا بالتأكيد مجرد أن يكون هنالك جلسة للجلسة لن يكون إلا وفق معطيات تتوفر لديه بإمكانية طبعا أن نخطو خطوة إيجابية للأمام، وهذا ما حصل بالجلسة الـ 12 أنه عندما توفرت المعطيات الإيجابية ولو حصلنا وصلنا لما وصلنا إليه بهذه الجلسة، ولكن كان أفضل من الجلسات السابقة ولو بالشكل يعني. فمن المفترض طبعا اليوم أن تتطور الأمور أكثر، خاصة والاتصالات طبعا نحن قد نستثمر إيجابيا على الاتصالات الخارجية شئنا أما بينا. هذا الواقع المرير، هذا واقع بلدنا، نتأثر طبعا وننتظر مساعدة الآخر للأسف طبعا. ولكن طبعا دائما كان هنالك مؤثرات خارجية سلبا أو إيجابا، رضينا أم لم نرضى، نحن من دفعنا بأنفسنا أن نصل إلى هذا المستوى وأن ننتظر مساعدة الآخر. شكرا لك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على هذه الإطلالة. رح تابع معكم أستاذ سليم، أستاذ ميشيل ودكتور عماد الحوت. من بعد هذا الفاصل الإعلاني بدي أحكي عن واقع الأصوات السنية يلي تنوعت بينها، عن النواب التغييريين كمان قديش صار في تشتت، يعني حتى اللي صوتوا لجهاد أزعور البعض منهم اعتبر أنه تجرع السم. إبراهيم منيمني تجرع السم، يعني خليتوه ياخد سم للزلمة، معقول؟ نحكي فيها ولو ما هيدا زميلكم. طبعا طبعا نحكي فيها. وكمان بدي احكي عن انتو كتكتل لبنان القوي على المدى البعيد، يعني انتو مع الحوار مع مين؟ هل انتو يعني بعد هذه الجلسة قد تمدون يد الحوار من جديد الى الثنائي الشيعي ام ماذا؟ بعد هذا الفاصل الاعلاني اتابع الحوار مع ضيوفي. نتابع هذه الحلقة من وهلأ شو، يعني قبل ما تابع معكم بتعرف يعني من الأخبار اللي كتير متداولة هلأ على السوشيال ميديا وفاة الشيف رمزي الشويري عن عمر 52 سنة أو 53 سنة. الشيف رمزي اللي يعني رافق اللبنانيين على مدى سنين وسنين، صار جزء من حياتهم من يومياتهم من بيوتهم.
فبدنا نتوجه بأحر التعازي لعائلته للشيف رمزي، وفقدانه يعني خبر كتير مؤلم ومؤسف. الله يرحمه. بدي أرجع لعندكم دكتور عماد الحوت. النواب السنة بجلسة 14 حزيران توزعتوا يعني في 8 لبنان الجديد، في 3 زياد بارود، في إيهاب مطر قائد الجيش، على المقلب الآخر 6 نواب صوتوا لجهاد أزعور، 9 صوتوا لسليمان فرنجية. الصوت السني نظر له بهالانتخابات أنه قطع دابر الفتنة، يعني عنونت بعض المقالات أنه قطع دابر الفتنة. كيف؟ شوف، بعمره ما كان الصوت السني بمكان واحد، مثل ما كان الصوت المسيحي بعمره ما كان بمكان واحد إلا بتقاطع مثل التقاطع اللي شايفينه اليوم. يمكن الجهة الوحيدة اللي قادرة تضبط شارعها هي الأحزاب الشيعية، بس على أيام الرئيس الحريري وتيار المستقبل كان في بلوك مش سنة، كان في بلوك مختلط. بتعد قديش كان في سنة خارج هذا الإطار، حتلاقي نفس العدد اللي هو موجود اليوم. هذا طبيعة لبنان وهذه طبيعة قوانين الانتخابات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، توزعوا، لأنه قانون الانتخابات بخلي المرشح الفلاني ما بيجي على على المقعد النيابي إلا بأصوات الطائفة الفلانية، فهو مضطر يمشي. فحتلاقي تقاطعات من هالنوع بهالمحل وبهالمحل. لكن إذا أنت بتحسب الأرقام حتلاقي الرقم الأكبر وين؟ يلي صوت بمحل ثالث. هذا نقطة. النقطة الثانية، أنا بفتخر إنه نحن كمكون عم نلعب دور إطفاء الحريق، لأنه إحنا واقعياً اليوم قدام شو؟ إحنا أمام إمباس، أمام نفق مسكر. يا بدنا نضلنا عم نبرم بحلقة مفرغة ونقول تعالوا نضلنا عم نسجل نقاط على بعضنا، يا أما بدنا نروح على محل نجي نقول لا هلأ ما بقى وقت تسجيل النقاط، لأنه الناس تعبت، لأنه الوضع الاقتصادي ما بقى يسمح، لأنه وضع البلد كله على بعضه مخربط، تعوا لحتى نقعد كلنا سوا، لكن عارفين شو بدنا. إحنا مش ضايعين، إحنا المجموعة اللي ما صوتت لأي من المرشحين، هذا يعني إن هي ما لم تقتنع بهالصراع بهالشكل هذا، وهي عم تقول شو الحل اللي بتطرحوه؟ نقعد وين؟ على طاولة حوار؟ نقعد على طاولة حوار برعاية مين وبدعوة مين؟ مجلس النواب. أنا يعني رأيي الخاص، لا، واجب رئيس مجلس النواب حتى لو كان هو بيعتبر نفسه طرف، واجبه كرئيس مجلس النواب يدعي الكتل النيابية لحوار. لما بيكون في أمباس من هذا النوع، واحدة من الثلاث ما في عندها غير ثلاث خيارات، يا أما منروح على حل مجلس النواب لنجيب مجلس نواب جديد يتفق على رئيس، بس طالما نحن على 86 النصاب ما حيجي ولا مجلس نواب قادر يتفق على رئيس إلا بحل آخر، أو نروح على حوار جدي. وأنا بقول إنه لا، أنا بطالب إنه يكون ضمن جدران مجلس النواب وبدعوة من رئيس المجلس النيابي لكل الكتل النيابية، لأنه هون المحل اللي بينتخب الرئيس، لا مبادرة فرنسية ولا غير فرنسية. يا أما بدنا شو نعمل؟ نضلنا عم نسحب مثل هلا ما سحبنا 8 أشهر بأزمة عمالة تزيد يوم بعد يوم، بالطول الأزمة سنتين ونص ما بعرف قديش، وهيدا في وضع كارثي على البلد وعلى المواطن. نعم أستاذ ميشيل، أنتوا كنواب تغييريين تشتتوا أكثر وأكثر أيضا بهذا الاستحقاق، يعني كان في مثل ما قلت لك منكم من اعتبر أنه تجرع السم، آخرين غردوا خارج السرب، النائبة حليمة قعقور قالت أنه صار في مش تهديد، يعني صار في ضغوطات، يعني تعرضت لضغوطات ولا هي وزملائها من أجل انتخاب جهاد أزعور. يعني كيف يعني كيف مارستوا ضغوط على ال لا فعلا شيء لا يعني فعلا شيء يعني كيف مارستوا ضغوط على حليمة قعقور وسنتيا زرازير و انا ما يعني والياس جراد؟ بأكد اول شيء ما حدا بيمارس ضغوط، ولا في بثقافتنا السياسيه نمارس ضغوط. صدقا ما بعرف عن شو عم يحكوا، الا اذا في كان عم يوصلهم تليفونات من مجموعات حواليهم والى ما هنالك يقولون صوتوا بهالطريقه، هذا صار نقاش ثاني. في 9 تغييريين من 12 قرروا يكونوا جزء من اللعبة السياسية وانتخبوا بطريقة معينة، في 3 ما حبوا يكونوا من هاللعبة السياسية وهيدا حقهم، بس ما لح نسمح نحن جو معين بداخل 17 20 اس جورج، خلينا نكون كتير واضح، يعمل لنا فحص دم بهالموضوع. لأنه يلي وهون عم بحكي 17 20 مباشرة، يلي
انتقد انه جهاد أزعور وزير ماليه المنظومه راح انتخب، وهذا كلام ابدا مش موجه للصديق زياد بارود، راح انتخب وزير عمل مرتين وزير مع المنظومه وترشح على لوائح طيار وطن حرب 2018، عم بحكي 17 20، فبالتالي لكون كتير واضح هيدا موضوع بدنا لازم ينتهي. فحص الدم ممنوع، بس مش وبالتالي خيارات دم. التغييريين بدي اوصلها الفكره، ايه خيارات التغييريين خياراتكم يعني مثل تحالفكم او اتفاقكم هش، يعني ما بيطلع ابراهيم منايمني بيقول انا شخصيا بفضل زياد بارود على جهاد أزعور، كان لازم ينتخبوا وتجرع السم وما بعرف شو، بيطلع حدا تاني بيقول انه ماني مقتنع الا بس هالمره، مثل ياسين ياسين مثل كل واحد فراس حمدان مثل، يعني وكأنه بالقوة. بس هيدا مع احترامنا للشباب اللي هني أصدقاء وأخوة ورفاق نضال طويل، أنا برأيي يمكن خانوا الكلام واستعملوا تعابير يمكن مش قد يعني لازم يستعملوها، رح نحطها على جنبها. أنا برأيي التغييريين أخذوا قرار بالسياسة، تحملوا مسؤوليتهم لانتخاب رئيس. التغييريين استاذ جورج عملوا مبادرة وطرحوا ثلاث أسماء لوزيرين سابقين ونايب سابق، جزء من هاللعبة السياسية احتكمت بالبلد. ليه عملنا هيك؟ لأنه نحن عمليين وبراغماتيين، ولأنه نحن 13 واحد من 128. لو اللبنانيين 49% منهم يلي انتخب كنا كتلة 30-40 كان بيكون في كلام آخر. نعم. بس أو واحد بده يقعد على جنب بهالانهيار الكبير يلي اليوم للمناسبة ما حدا بالبلد اليوم عم يحكي عن انهيار الاقتصادي، كلنا ملهيين بالسياسة، أكيد مربوطين ببعضهم، رئيس جمهورية الحل الاقتصادي، بس الناس عم تموت الجوع، وعندنا حاكم مصرف لبنان في مذكرة توقيف دولية بحقه الخبر، ما بقى حدا عم يحكي فيه، نحن هالقد وضعنا صعب، وهالقد مكبشين ننتخب رئيس جمهورية لحل حالة الأمور وإنقاذ ما تبقى من البلد، وبالتالي وهون عم بقولها بكل صدق وبكل شجاعة، لما واحد بيتحمل مسؤولية بالسياسة بده يتحملها ويقول للناس هي هذا التقاطع مش عزوقنا، هذا المرشح يمكن مش مرشحنا، انا كنت عم اتخب صلاح حنين، في ناس بالتقاطع كان عم يحطوا ورقه بيضاء، في ناس بالتقاطع كان عم يحطوا الزميل ميشيل معوض، والى ما هنالك، هيدا شغل السياسه، هيدا تحمل مسؤوليه، في ناس ما بدها تتحمل مسؤوليه، هيدا شان الناس بتحاسب. سالت الاستاذ سليم عون انه اذا بقيت الظروف كما هي هل مستمرين بهذا التقاطع على جهاد أزعور؟ قال لي ايه. بدي اسالك لك انتوا التسعه هل ضامنين حالكم تبقوا تسعه بالجلسة الـ 13 على جهاد أزعور؟ إذا ما صار في تغيرات، لأنه هيدا مربوط بمزاج كتير كبير له علاقة بالانتخابات الرئاسية. معه حق اللي قاله سليم، بمعنى أنه ممكن يصير في تغيرات تتحكم باللعبة السياسية. لا بس أنتو كتسعة. لا لأنه برأيي أنا برأيي لأنه إيه؟ لأنه يعني مثل ما قلت لك التصريحات، يعني هل ضامنين التسعة يضلوا على موقفهم على جهاد أزعور؟ أنا شعوري إيه، بس هني بيعبروا كل واحد بيعبر عن حاله، بس هني حسب تعبيرهم هيك مقلقزين. ما بحب أحكي بلسان الآخرين. شعوري إيه، بس طبعا كل واحد منهم بيعبر عن حاله. الأهم من هيك، اليوم في محل وصلنا لمحل في إمباس. هذا السؤال حقيقي لازم نسأله لحالنا كلنا كنواب. الدكتور عماد الحوت قال شو بدنا نعمل؟ ضروري حوار داخل مجلس النواب. أنا ضد الحوار، لانه مجددا بقول الحوار هو قفص فوق المؤسسه. طيب شو الحل؟ انا الحل ضل ننتخب رئيس جمهوريه، ما حدا يقاطع ليطلع رئيس جمهوريه مين ما يطلع وصحتين على قلبه. يعني جلسات مفتوحه، جلسات مفتوحه متتاليه يا استاذ جورج، او انه نحن بلد وفي دوله او 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 مش بلد ومش دوله. بدنا نرجع لك استاذ سليم شو الحل بالنسبه لك، بس بدي اخذ ارلات غسطين تيار المرده. مساء الخير، كيفك ارلات؟ ماشي الحال، ميرسي. مسوار لحضرة النواب. اليوم كلامي متوجه لألك سعادة النايب. وقت كان ميشيل معوض مرشح للرئاسة حضرتك كنت ضده بحجة أنه ميشيل معوض هو ينتمي إلى المنظومة، ولكن أنت اليوم تقاطعت مع المنظومة على اسم جهاد أزعور يلي هو معروف ببطل كتاب إبراء المستحيل، ومعروف ببطل الفساد يلي منعرفه بوزير الـ 11 مليار ويلي كمانا كلف الحكومات بديون وكمان شغل الحكومات بلا موازنة. فاليوم أنت حضرتك كيف بتشرح للمواطنين اللي انتخبوك بثورة 17-20 عم بيوصلوا لك وجعهم ووثقوا فيك، خصوصي بصغارة الزاوية 1700 شخص يلي انتخبوك، شو بتوضح لهم اليوم وشو بتخبرهم عن تصرفاتك يلي كلنا بنعرف انه اليوم حضرتك بس تطلع ببيان او تقرير تاني نهار منشوف بيان من أسس عم تتبرى من اي قرار عم تاخده بالمجلس النيابي. وبعد سؤال لو سمحت، اليوم النايبة حليمة كعكور يلي منوجه لك كل التحية، ومنوجه التحية يلي مثله دلهم على موقفهم ثابتين يلي هن ما لازم نعمل لهم فحص
بالدم. بس بدي أسألك، هي اليوم أعلنت أنه عم تتاخذ حملات تهديد، أنت أعلنت أنه أنت ضد التهديد وضد التهويل، ولكن إحنا ما شفناك أنت عم تتضامن معه. شكرا لك أرنات غسطين من تيار المرضى. تفضل أستاذ ميشيل. سريعا بالنسبة لسؤالين، بالنسبة ل أو شيء ببساطة أنه بنضيعتي وبدينتي عم تسألني هالسؤال، هذا الحوار لازم دايما نحكي رغم الاختلاف طبعا السياسي، أهم شيء الاختلاف السياسي والتنوع السياسي بقضاء أصغاته، وهذا لازم نحن كلنا محميه. الفريق السياسي أنا بمثله، وطبعا الفريق السياسي اللي بتمثله صديقتنا قالت. بالنسبة لميشيل معوض سريعا بالموضوع، نحن أول شيء نزلنا ثلاث أربع لوايح بشمال ثلاثة، كنا متخاصمين، وبالتالي أنا مؤتمن على مزاج سياسي آخر. بأول دورة ما حبيت أنتخب ميشيل معوض، إضافة لبعض الفروقات بالموضوع الاقتصادي والمعالجات الاقتصادية اللي عليها بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، هل أدي كانت واضحة. وبس بذات الوقت كنت قايل لو في دورة تانية أنا ما بنتخب إلا مرشح سيادي، قلت عدتي فيه كذا مرة. ها بالنسبة لميشيل معوض، بالنسبة للمجموعة السياسية هلأ اللي ذكرتها، بالنسبة للحليمة قاقو، بالنسبة إيه وذكرت كمان في شيء له علاقة بمجموعة سياسية كنا أسسناها قبل الانتخابات وإلى ما هنالك. نحن انفصلنا من 7-8 أشهر، كل واحد راح بطريقه، والانفصال يعني موثق ورسمي. بالنسبة لحليمة قعقور، يعني حليمة قعقور بعدني هلا قايل وباحترمها للزميلة، اوكي، انتقدت مشوار جهاد أزعور وراحت صوتت لزياد بارود، كل الاحترام لزياد، بس وزير مرتين مرشح على الانتخاب على روايح الطيار، وبالتالي الذي اللي بنسمحه على جهاد أزعور ما بنسمحه لزياد بارود. لا بس هي سألتك أرنات انه عم تتعرض لحملات ضغوط وتهديد، يعني مثل ما قالت. بس عن جد ما بعرف مني، بس بكل الاحوال لحليمة واي نايب تاني، اي نايب يتعرض لتهديدات او لتهويل قالت او كذا، اكيد كل الدعم له. نعم. فايز ناهد، ليش قطعتي لي بس بشو؟ من الدورة اللي كان لازم نحكي فيها لا يحكوا هن. بتعرفوا هن قالوا لي انك انت عم تحكي اكثر منهم. اوكي. هلا على البريك. فهلا لا رح نعوض لك. فايز ناهد من حزب الكتائب، مساء الخير. مساء الخير استاذ جورج، مساء الخير لضيوفك. انا مداخلتي مقسومه قسمين، اول قسم بدي احكي بما يتعلق بالاقتراح يلي طرحه سعاده النائب عماد الحوت. نعم. ويلي سبق واقترحه الاستاذ دياس بوصعب عن انتخابات نيابيه مبكره. نعم. وتغيير المجلس، انا برايي هيدا المجلس انتخب رئيس للمجلس وانتخب نائب لرئيس المجلس وقادر بالنهايه ينتخب رئيس جمهوريه. المشكله منا بقصة مجلس أو كيف مركب هيدا المجلس، إنما المشكل هو بأداء بعض النواب يلي عم بيعرقلوا انتخاب هيدا الرئيس. وثانيا كان في عنا انتخابات بلديات من كم شهر لورا وتأجلت بحجة أنه ما في إلا تمويل. هلأ معقول صار في تمويل لانتخابات نيابية جديدة؟ ما بعرف صراحة، هيدا سؤال بيطرح نفسه. نعم. تاني قسم من المداخلة بدي أحكي بخصوص الدعوة للحوار، دعوة ل... لا دعوة ل... عن الدستور اللبناني. نعم. عم نشوف اليوم عدم تطبيق للدستور، عدم احترام له. أنا بدعي رئيس مجلس النواب يطبق هيدا الدستور، وبالأخص المادة 49 73 74 وال75، وخصوص اليوم المادة 75 يلي بتقول يلي بتنص على انه المجلس النيابي فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بيتحول الى هيئة ناخبة مش هيئة تشريعية. وعم نشوف الاستاذ نبيه بري اليوم عم بيسكر الجلسات ومش عم بيخلي الجلسات متتالية ومفتوحة، وعم بيدعي على جلسات تشريعية. فإذا فعلا بدنا نبني دولة، أول شيء بيتوجب علينا نحترم الدستور اللبناني. شكراً لك فايز ناهد من حزب الكتائب. استاذ سليم عون، بالنسبة لموضوع الجلسات التشريعية، أنتوا كتكتل أنتوا بتكون تعقدوا اجتماع على زوم هلأ الساعة 11، أنا قلت لهم أخر لل 11:30 لأقدر أنضم لكم. طيب يعني بس ليش هالقد الاجتماع مأخر بالليل؟ تكين رجع كان الوزير بسير مسافر ووصل، لأنه كان بقطر. نعم. ووصل الليلة. يعني بعد لهلأ ما في قرار اتخذ بحضور جلسة بكرة أو لا؟ صحيح. ايه؟ بس أنا بعطي رأيي إذا بدك، حتى ما بين عم تهرب من السؤال. نحن موقفنا معلن من قبل، نحن أكيد بظل فراغ رئاسي غير مستحب يمشي البلد مثل كأنه ما في شيء، بالعكس
لازم نركز كل جهودنا على انتخاب الرئيس. هلأ في أمور إذا ما إلها حل بعضه المجلس هو الوحيد اللي عنده شرعية حتى حكومي. يعني أنا بتفاجئ اللي بيسألوا هالسؤال ما بيشوفوا حكومي كيف مستبيحة كل القرارات وماشي مثل كأنه ما في شيء. بالمقابل المجلس النيابي ومعروف موقفنا، ما عم نشارك بس يكون جدول أعمال فضفاض، بس يكون مواضيع لو ضرورية بس إلها غير حل. الدراسة هي موقفنا. نحن اليوم بدنا بالاجتماعنا نشوف، أكيد موضوع ضروري لأن بيتعلق برواتب رواتب الناس بدها تعيش، مش هيك؟ إذا في حل إنه يصلن هيدا الحق بلا الجلسة التشريعية أكيد بيكون موقفنا بعدم المشاركة. بس إذا ما في إلا موقفي عم أقول، إذا ما في إلا هيدا الباب لحتى نقرن هني بندين منو فضفاض بتروحوا على الجلسة، لأنه نحن عاملين سابقا وقت يبقى في ضرورة أو في شيء طارئ بتمرق بشكل بسيط. لكن هلأ بدو يبلش الاجتماع أو بلش؟ نحن على 11 اتفقنا، أنا قلت لهم بنضم 11:30. طب مفتاح زوم من هون يلا هلأ ايه يعني هيك بس بتوقفوا كلكم حكي ايه عاد بنسمعك بنسمعكم. يعني إذا بتفتح لنا شو صاير بالاجتماع بنسمع. تسمح لي قبل ما أحكي عن الحوار بس شغلتين سريعين مرقوا بحب علي اضوي عليهم. ايه بس بشكل سريع، سريع لان سريع اخذ راي دكتور عماد بالجلسه التشريعيه بكره، والاستاذ ميشيل قول معروف ما راح يحضر. 10 ثواني وعشر ثواني لزيد ايضا تشرزم بهيدا المجلس النيابي هو غياب الرئيس سعد الحريري، لان كان عم يحكي هذيك الساعه عن طائفه السنيه ايام تيار المستقبل. صحيح هلا مش هو السبب كله بس انه زاد التشرزم اللي وتشتت هالكتل النيابيه. اثنين بموضوع الأشخاص والجدل اللي صار، ما هيدا لبنان اليوم كيف منك تجيب الأشخاص؟ ما نحن عانينا فيها من أول ما فتنا على الحياة السياسية. أنت بدك تصلح وتتعاطى وتعمل تغيير بالأدوات نفسها اللي كنت عم تشكي منها. يعني حتى اليوم بين التغييرين أنا أكيد ما بدي فوت بالأسامي، بس هلأ بيجي على راسي 5-6 أسامي بتطلع بماضيهم وبلاقيهم كانوا راس حربي بطيارات سياسية ايضا، يعني بلا ما نفوت باسامي نواب هلا كانوا مع طيار مش عم بحكي عنك اكيد بس انه بما معناه لا مش لما بحياتي كنت حزب للاسف لا بما معناه بما معناه هلا هن بينكروا انه كانوا حزبيين كانوا كانوا اذا بدك منخرطين للعظم. طب ما سمينا يشلحوا لا لا سمينا مش هذا الهدف عن جد هلا بوضع طيب. نحن خلينا نروح لقدام على الحوار بس نحن يمكن بكثير اتفقت مع الزملاء بس بنقطه الحوار عندي شيء مغاير انا نحن مع الحوار لانه لسه هلا بهي المرحله الانتقاليه لنكون غيرنا نظام برجع بشدد فيك تقول خلص يعني انت بتتفق مع الدكتور عماد الحوت انه لازم يدعي الرئيس بري لحوار داخل مجلس النواب. اول شيء الحوار ما عم بيكون بين الكتل. رح اعطيك مثل نحن كيف توصلنا معهم لتفاهم مش بالحوار مزبوط. هلا ما كان حوار جماعي بس حوارات ثنائيه وطويله وشاقه وصعبه. اليوم المطلوب حوار بالاساس بالاساس نحن شو بعتبرين حالنا وبعدنا لهلا عم نقول نحن منا مصطفين وما بدنا كفريق سياسي اكيد متقاطعين مع المعارضه اللي بسموا انه حالهم عم بعطي التسميه اللي هن بيقولوها بس نحن عم نقول منا باصطفاف ولا عندنا مصلحه نكون باصطفاف ولا الوطن اوكي من تريدون ان تحاوروا انتم كل اكيد حتى وقت كنا ومش بالسر عنهم بس كنا عم نبحث بالاسماء كان على طول بخلفيتنا انه ناخذ لبل طرحنا عليهم نروح بأكثر من اسم لتشوف لأنه الفكرة أنه مرشحين جهاد أزعور لكن نحن حتى الفكرة كان بدنا أكثر من اسم بس بالأخير ما فينا نفرض على الكل دكتور. بس لقلك الحوار أكيد بده يكون مع الطرف الآخر كمان ونحن الوحيدين مش الوحيدين بس أكثر ناس قادرين يلعبوا دور صلة الوصل بين بعدكم قادرين تلعبوا هالدور أكيد مش انقطعت صلات الوصل مع قد ما تنقطع حزب الله قداش تنقطع قداش بدها لترجع دكتور عماد بكرة نزلين على مجلس النواب قبل ما أعطيك جواب على هالنقطة بدي بس جاوب أو وضح للأستاذ فايز أنا ماني عم بدعي لحل المجلس أنا عم بقول أمام هيك حالة ديمقراطيا ما عندي إلا 3 خيارات يا بحل المجلس لا ينتخب الناس ناس نواب جدد يجيبوا رئيس يا منروح على حوار يا منكون يا أما منضيع وقت بأنه نقعد نسجل نقاط على بعضنا بس أنا مش عم بدعي من هالحلقة ولا بعدين على فكرة حل المجلس النقطة الثانية قصة غياب الرئيس الحريري طبعا الرئيس الحريري كان يلعب دور سياسي واضح بس كمان ما فينا نختزل السنة بشخص
انا ما فيني اختزل السنه بالعماد عون، لانه في مسيحيه المسيحيين بالعماد عون، لانه في مسيحي ثاني، بس العماد عون وزن، صح صح، ما في شكل، ما في شكل. انا بوضح، ما اللي انا بدي اقوله انه رئيس الجمهوريه، خلونا نطلع من هاللعبه هاي، ما بيجي بتوافقات. بشو بيجي؟ يا بيجي باغلبيه مقتنعه بشخص، وللاسف الواقع اللبناني ما بيسمح بهالمساحه هاي، يا ما بنتفق على الدور اللي بده يلعبه رئيس الجمهوريه، وساعتها بنبقى متفقين على الدور، مش توافقات على اسم نقطع مرحله ونرجع نتفق على اسم ونقطع مرحله ونقضيها هيك. موقع رئيس الجمهوريه اهم بكثير، يعني اتفاق على اسم، مشان هيك انا ما كنت جزء ولا المجموعه معي باللقاء النيابي المستقل، ما بتقبل انه يكون الانتخاب الرئيس نروح نتعامل معه بتوافقات. اليوم بنتفق على ميشيل معوض، بكره بنتفق على جهاد أزعور، بس بعد بكره بنتفق على حضرتك دكتور إكس. دعيت لحوار، الحوار ينتج عنه تفاهمات، بينتج عنه تفاهمات، شو هي المهمه اللي لازم يقوم فيها الرئيس، وبالتالي بنتفاهم على رئيس بيقوم بمهمات، بس في دور، في برنامج، كيف في يعني في اشياء اساسيه، مش انه والله نضلنا عم نحكي هيك بالهواء. فيما يتعلق بجلسه بكره، أنا خليني أقول لك شغلتين. أولاً أنا واحد من الناس اللي بيقولوا إنه لا، بحق للمجلس إنه يعمل جلسات تشريعية عند الضرورة القصوى في ظل الفراغ الرئاسي، واللي أيد هذا الأمر هو مجلس الدستوري لما تكلم، لما ناقش الطعن متعلق بالبلديات وبالهيئة، بهيئة الشراء العام، أكد موضوع إنه من حق المجلس إنه يجتمع للضرورة. بالمقابل أنا من الناس اللي بيدعوا إلى جلسات مفتوحة لا تقفل للانتخاب، حتى يكون واضح. يعني أنت مع تشريع الضرورة ومع جلسات مفتوحة لا تقفل لانتخاب رئيس، صحيح. مع اثنين، يعني بكرة حضرتك نازل. نعم. استاذ ميشيل أكيد أنت بكرة مقاطع. لا أنا بكرة، يعني أنا بكرة مقاطع. حتى لو في رواتب موظفين بالقطاع العام. هيدا موضوع، هيدا موضوع، هيدا موضوع أستاذ جورج كتير حساس، واحد بده يقاربه أول شيء بهدوء ويصارح الناس فيه. أول شيء طبعا أنا مني مشارك بكرة، لأنه في المادة 74 و75 من الدستور واضحة، ما في تشريع لما بيكون في فراغ رئاسي، حطيناها على جنب. أما فيما يتعلق بمضمون جلسة بكرة، طيب هول الاعتمادات الرواتب، طيب هول أول شيء ما بنعرف من وين تمويلهم، ما حدا بيعرف من وين تمويلهم، جايين على موازنة، إضافات على موازنة 23 يلي هي مش موجودة، الزملاء بيعرفوا كان لازم ناقشها بتشرين الأول 22 موازنة 23، بعد لهلا نص السنة مش موجودة، طيب ما في موازنة 23، ما في من وين بدها تجي هيدي الإيرادات لنمول هيدا الشيء، وفوق هيدا وكله سوا في غياب للشفافية، غياب لخطة التعافي، وبالتالي بده يصير في أو طبع عملي يا أستاذ جورج أو ما يتبقى من الاحتياط الإلزامي، وبالتالي عزيمة لللبنانيين، وعم أقول على الهوى كنايب، عزيمة لللبنانيين لتضخم هائل، منحط بجيبة ومنسحب بجيبة، بس شو في عملية، لحظة شوي، وهذا أنا مسؤول عن كلامي، في عملية غش للقطاع العام للأسف، في ناس أوادم بالقطاع العام يا أستاذ جورج، مش كل الناس بالقطاع العام محسوبيات وزبائنية حطون الحساب السلطة، هو اللي بحاجة، بس يا أستاذ جورج إذا أعطيناهم زيادة ونط الدولار 10 و20 و30%، ما كأنه عملنا شيء، ما بنقدر نعمل خطة مالية. شو الحل؟ لا، شو الحل؟ الحل انتخب رئيس جمهورية يا أستاذ جورج، نحل نشكل حكومة، بلش بالإصلاحات، هو اللي بيحلولنا الدولار، وأزمة القطاع العام، وأزمة الصرف، وأزمة اللي بدي اقوله استاذ جورج، الترقيعات الماليه ما بتمشي بالبلد، او انه في دوله، في رئيس جمهوريه، وفي حكومه عم تعمل اصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد، او هذا البلد ما رح يمشي، وبالتالي جلسه بكره بالسياسه وبالقانون وبالدستور منا مقلعه، وبالمضمون الاشياء المطلوبه هي خديعه، وعم اقولها خديعه للبنانيين، لانه عم نحط بجيبه ونسحب بجيبه بغياب اليات، كل الاليات المطلوبه لهالشيء. ميسلون طفيلي من الحزب السوري القومي الاجتماعي، تفضلي. في عده معايير ليجي عنا رئيس جمهوريه، اول شيء مش بس انه لان لا يقارب موضوع المقاومه بشكل خاطئ، بده يكون عارفين كثير منيح بحق الشعب بتحرير ارضه، بده يحمي ظهرها بالداخل، وبده يكون كمان عم يمنع المؤامرات عليها. اثنين، بده يكون عنده القدره والشجاعة أنه يفتح علاقات مميزة مع الشام ومع محيطنا الحيوي. ثلاثة، بده يكون
ثلاثة بده يكون رئيس الجمهورية عنده خطة إصلاحية لحتى يستقل القضاء، لحتى يحاسب الفساد، وبعدين لحتى يبني دولة. نعم. بزمن استفاقة بعض الطروحات التقسيمية والفيدرالية بده يجي رئيس جمهورية يؤمن بوحدة لبنان وأن لا يقسم المقسم أصلا. نعم. عشان هيك بناء على هاي المعايير نحن بندعم انتخاب سليمان فرنجي. شكرا ميسلون طفايلي. جيسون سعادة من حزب القوات اللبنانية النقيد. مساء الخير استاذ جورج، مساء الخير لضيوفك. اولا اسمح لي علي على مداخلة النايب قاسم هاشم، يلي استغربت انه كتير كان عم ينتقد النظام السياسي اللي نحن فيه بالوقت يلي فريقه السياسي بحد ذاته مش عم بيطبق البند الاول من اتفاق الطائف اللي متعلق بتسليم جميع الميليشيات اسلحتها للجيش اللبناني. اسمح لي فوت هلا بالمداخلة. اولا جلسه بعد جلسه عم نلاقي انه، واذا فيك تطلع بالكاميرا هون قبالك، جلسه بعد جلسه عم نلاقي انه محور الممانعه عم بفوت اكثر واكثر بمسخره وعرائيل سياسيه بموضوع ملف رئاسه الجمهوريه. اولا كيف يصح انه يكون في هالقد استهتار من قبل هذا المحور بالوقت يلي انتخبوا نواب الامه لرئيس الجمهوريه، ولقينا انه في نواب على كعبه انسحبوا من الجلسه وما قبلوا حتى انه ينطروا للدوره الثانيه. هيدي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، كيف يعقل لرئيس مجلس نيابي انه بس يكون في غلط بتوزيع الاوراق او بحسب الاوراق وطلعوا 127 ورقه بدل 128 ورقه انه ما يعيد الجلسه؟ هيدي الجلسه غير دستوريه وغير قانونيه، وللاسف محور الممانعه ما بيامن لا بمؤسسات لا بقانون ولا بدستور. شكرا جيسون سعادة. نائل بس احكي بموضوع تاني كمان بهذا بس سريعا لو سمحت. محور الممانعة اقترح فكرتين. اول فكرة اقترحها كان بال 2016 انه خلي الاقوى بطائفته هو يحكم او هو يوصل رئيس جمهورية. اليوم هذا الطرح اذا نحن بدنا نجي نمشي فيه بفيدكم هيدا، نحن هذا اكيد هذا الطرح بيفيدنا لان القوات اللبنانية حصدت على اكثر من 190 الف صوت تفضيلي بلبنان. نعم. هيدا من ناحية. يتفضل محور الممانعة يطبق هذا المبدأ. تاني مبدأ كمان حكيوا فيه اللي هو موضوع الحوار. اليوم عن أي حوار عم نحكي؟ مازال الحوار اللي بده إياه هذا المحور هو متمركز بشكل أساسي على أنه يكون حوار على مرشحهم، انه تعالوا نتحاور على انه يجي سليمان فرنجي رئيس للجمهوريه. شكرا جيسون سعاده. خلينا عن اول مرشح بارادتنا وبتوافق مع هذا المرشح، خلينا عنه كرمال ندعم مرشح ثاني، كرمال ما يكون هذا المرشح استفزازي. لقينا انه اليوم هن ما بدهم لا رئيس جمهوريه ولا بدهم انتخابات رئاسيه. شكرا جيسون سعاده. نائل نصر من الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل. تفضل نائل. بداية موقفنا كشباب تقدمي واضح وتوضح مرارا وتكرارا من قبل الرئيس وكتلة لقاء ديمقراطي من خلال الحوار مع جميع الأطراف السياسية بالبلد للوصول لرئيس وسطي حامل بإيده مشروع سياسي اقتصادي إصلاحي وما بيشكل استفزاز لأي حدا بالبلد. من هون بقول إيماننا بالحوار لا يعني أبدا الرضوخ لأي مشروع سياسي داخل هيدا البلد، إنما بيعني التعامل بواقعية تامة للنتائج اللي أفرزتها الانتخابات النيابية السابقة بال 2022. نعم. ومن هون بدي أقول أول خطوة قمنا فيها كانت بهيدا الشأن كانت الدعوة للحوار، وقمنا بعكس الكل قمنا بالتحاور مع جميع الأفرقاء السياسيين بالبلد، وأول شخص كان وليد جنبلاط بالبلد يلي قدم أسامي وسطية حنين بأغلب المشاريع. طيب اليوم برأيكم شو المطلوب؟ يعني أنت كشاب تنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، شو المطلوب اليوم يصير؟ حوار؟ جلسات انتخاب مفتوحة؟ بحث عن مرشح آخر؟ شو؟ استاذ جورج، اولا اليوم موضوع الارقام بالمجلس هيدا موضوع البوانتاجات صار خلص موضوع اليوم مفروض نكون طلعنا منه. أوكي. لانه تبين انه ما حدا قادر يفرض 86 صوت، وبالتالي الحوار هو اكيد باب ومفتاح للوصول لانتخاب رئيس جمهوريه بلبنان، لانه اليوم المشهد او الواقع بمجلس النواب هو لا غالب ولا مغلوب، انما خارج المجلس نحن عم نشوف غالب يلي هو عم بيكون الوقت والفراغ والوقت
الوقت الضائع، خصوصا انه عندنا اليوم استحقاق قادم على استحقاقات قادمه، ومنها انه تخلص ولايه الحاكم حاكم المصرف المركزي. والمغلوب هو الشعب. نعم. وهو المواطن. شكرا نائل. شكرا. نيكولا شعار من التيار الوطني الحر، اخر مداخله تفضل. مساء الخير سيد جورج، مساء الخير لضيوفك. انا علي انه بس ضم صوتي للسيد النواب بالحوار، ما قلنا غير الحوار بلبنان، والنتيجه هي الحوار، لانه ما شيء راح يوصلنا للشط الامان غير الحوار، لانه اذا مكون واحد من الدوله عاكس ما حدا بيقدر يحكم، والبرهان الست سنين اللي مرقوا علينا. نعم، شكرا لك نيكولا شعار. طلعت انت الوحيد استاذ ميشيل اللي ضد الحوار. بعد الفاصل الاعلاني رح ارجع لك، بعد الفاصل اتابع مع ضيوفي النواب سليم عون، عماد الحوت وميشيل دويه. النكهة بكاسة. التالي النشرة الإخبارية. وبهالمحور أو المرحلة الأخيرة من حوارنا معكم اليوم بدي أحكي عن زيارة جان إيف لودريان المنتظرة إلى بيروت، بدي أحكي عن أفاق المرحلة المقبلة على القليلة بالمدى المنظور. أستاذ زويهي، أنتم كنواب تغييرين هل تلقيتوا دعوة؟ يعني في دعوات لبعض النواب وجهت لغداء بالسفارة الفرنسية مع جان إيف لودريان. أنا شخصيا تلقيت دعوة، بس ما بعرف باقي الزملاء، بتصور كمان عدد منهم كمان تلقى دعوة. نعم، هي نهار الجمعة، جاي نهار الجمعة صحيح. أوكي. ولنشوف شو عنده الوزير. يعني أنت كيف تنظر لهذه المبادرة؟ هل هي مبادرة فرنسية جديدة تجاه اليمشو؟ بصراحة خلينا نسمع الوزير شو بده يحكي، وعلى الأساس نتبادل الأفكار ونشوف شو عندهم الفرنسيين. بس المشكلة أنه نحن وصلنا حالنا لهون يا جورج، كان فينا هذا الاستحقاق نلبنه من الأول، كلنا عملنا هالمبادرة يلي عليها كثير قصص، بس نعمل مبادره سياسيه حقيقيه رئيسيه لنلبن هذا الاستحقاق وننتخب هون. واذ طبعا في ثقافه سياسيه مجددا بها البلد انه بتنطر تسويه كبيره اقليميه ودوليه لتنتخب رئيس جمهوريه. بهالمعنى كنت بدي اسالك كل مع الحوار ولا انت؟ لانه الحوار جربناه قبل الحرب وبعد الحرب، وفي كذا حوار، كذا طاوله حوار ركبت من 2005 2006 2011 له ما حدا التزم فيه. بس شو البديل؟ وبالتالي خيطب اوكي، ما في تجارب استاذ جورج حوار اخر شيء بتنتج او تسويات بين بعضهم، يعني بيوزعوا المحاصصه وزبائنيه على بعضهم، او ما حدا بيلتزم شيء. طب صار في اعلان بعبده بال2011 مع رئيس سليمان ما حدا التزم فيه، بال2006 صار في حوار ثاني ما حدا التزم فيه، والى مزيد. شو بدنا نعمل؟ وبالتالي انا مع انه الرئيس بري مجبور يدعي لجلسات انتخاب رئيس متتالي. يحني شغلته في عندكم نجاة عون وملحم خلف قعدوا مدري قديه. اوكي، نحن بفراغ رئاسي مين ايمين البلد وما حدا اهتز للموضوع. طب كيف بدك تجبروا الرئيس بري؟ استاذ جورج، نحن ببلد منهار، الناس عم تموت وجوع عم تهاجر. اوكي، رئيس مجلس النواب صحيح انه طرف باللي عم يصير بالبلد، طرف واضح انه طرف، ما كثير بيتصرف كرئيس مجلس، بس انا عم بدعيه كنايب، عم بحكي مع نايب ثاني اللي هو نايب كمان قبل ما يكون رئيس مجلس. نعم. انه يعمل جلسات متتاليه لانتخاب رئيس، ما في غير حل. نعم. هيدي التسويات تضيع وقت وتسولف على اللبنانيين وما رح ينتج عنا شيء. نعم. لانه جربناهم كلهم سوا. دكتور عماد الحوت، هل تلقيت دعوه للسفاره الفرنسيه؟ لا. لم تتلقى؟ كيف تنظر للمبادرة الفرنسية أو زيارة جان إيف لودريان، وبالمدى المنظور ماذا تنتظر؟ أولا بكير نحكي عن مبادرة لنشوف شو حامل معه. المسألة الثانية، هل إحنا فعلا
مع مبادرة تجيب اسم رئيس للجمهورية تسقطه على اللبنانيين ويروحوا يحطوا الورقة. أنا مع مساعدة خارجية لتسهيل الحوار بين اللبنانيين، هذا سقفه. أكثر من هيك أنا ماني مع أي مبادرة خارجية تأتي باسم وتقول للنواب شرفوا، أنتم ما عليكم إلا أنكم تسقطوا هذا الاسم. صحيح. هذا غير مقبول، لا يليق باللبنانيين، لا يليق فينا كنواب. وبالتالي برجع بقول أنا مع أنه إذا حدا قادر يسهل الحوار فيما بيننا يلعب دور المسهل للحوار، ما في مانع، بس أكثر من هيك لا. نعم. أستاذ سليم، كمان بالنسبة لهل تلقيتوا دعوة أنتوا كتكتل، أو على علمك مين اللي أكيد أو المفروض رئيس التكتل يعني يكون؟ أكيد بتكون وصلت الدعوة. نعم. هلأ بنرجع بالصفصي، بس هلأ باللحظة ما عندي خبر. نعم. لا. بالمدى المنظور شو ناطرين؟ للحقيقة ما في عندك، ليش عم بحكي الحوار بس كمان لوضح، مش حيال الحوار، الحوار له شروطه. إذا حوار لتضيع الوقت، حوار للحوار، حوار لحتى نتشاطر على بعضنا، لا ما بيعطي نتيجة. بس نحن برجع بقلك في فترة انتقالية مجبورين نقطعها، وعنا حظ كبير ما عم نعرف نلتقي الفرصة. اليوم الخارج عم نضل ندق أبوابه عم بيقول بدي ساعدكم، بس روحوا أنتوا تركوني، ما عندي اهتمامات كثير كبيرة. نقوا أنتوا، تفقوا أنتوا بين بعضكم، كيف ما رحت شرق وغرب عم بيقولوا لنا أنتوا اتفقوا بين بعضكم، كيف بدنا نتفق بلا ما نحكي مع بعضنا؟ ما بدي سميه حوار، نحكي مع بعضنا. وبرجع بقلك الحوارات الثنائية اللي صارت أنتجت، بدنا نضل، ما عندنا غير خيار إلا الحوار، إلا ما عادش بدي سميه حوار، نحكي مع بعضنا. يا عمي ما علي، اليوم السعودية وإيران عم يحكوا مع بعضهم، إيران وأمريكا عم يحكوا مع بعضهم، نحن ما بنحكي مع بعضنا. أنا بس بدي بالمناسبة عن جد، أنا الجو عندك بالستوديو، أنا بدي هني الشباب كلهم بكل الانتماءات، لأنه عرفوا عبروا عن أرائهم بتهذيب وبعمق الكل. وأنا بقلك لو ما سميتهم كنت دغري من طريقة حكي كل شخص بعرف شو فكرته ولمين بينتمي. بس عن جد بدي هنيكم، عطيتونا أمل أنه في بلبنان شباب بعضها أول شيء موجودة ومتمسكة ببلدها وعناعاتها عم بتعبر عنها أفضل تعبير. بهنيكم أنا وبشكرك سيدي. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك أستاذ سليم عون، عضو تكتل لبنان القوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ ميشيل الدويهي النائب التغييري. دكتور عماد الحوت نائب بيروت، أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضوركم معنا بالستوديو، شكرا للجمهور يلي رفقنا بهذه الحلقة. أيضا بدي أشكر الدكتور قاسم هاشم، جان عزيز، وحسين أيوب، والسيدة رندا تقي الدين يلي كمان كانت معنا مباشرة من باريس. إلى اللقاء الأحد المقبل. Thank you.